وفرقت بينهم وبين بلدهم الصحارى والجبال والبحار والمحيطات. يبقى ترابطهم وتوحدهم واصطفافهم يميزهم حيثما ذهبوا وأينما كانوا. وهنا في المملكة العربية السعودية وفي العاصمة الرياض على وجه الخصوص نشأ كيان على درجة من الاحترافية والإبداع تحت مسمى جمعية المهندسين المصريين، انطلق عام 2005 ميلادية ليحقق أهداف كوكبة من المهندسين المصريين بالسعودية وطموحاتهم، ويحول أحلامهم إلى حقائق ملموسة على أرض الواقع. ويظل عام التأسيس 2005 ميلادية عاما مشهودا في تاريخ المهندسين المصريين بالسعودية، ومحطة ناجحة تلتها محطات أخرى من الريادة والتميز عبر هيكلة مجلس الإدارة والشعب والتخصصات المختلفة من كهرباء، مدنية، ميكانيكا، عمارة، تقنية معلومات واللجان المتعددة، حتى أصبحت جمعية المهندسين المصريين هي الممثلة الوحيدة لنقابة المهندسين المصرية بالمملكة العربية السعودية. وفي هذا السياق وثقت روابط التعاون مع الكيانات التي تهتم بالمهندس جميعها لتحافظ على تميزه وترفع من قدره وتعزز من دوره الريادي في ممارسة مهنته وأداء واجبه. وقد تكللت هذه الجهود المخلصة جميعا بحصول جمعية المهندسين المصريين بالسعودية على شهادة الآيزو 9001 نظير ما التزمت به من معايير ومواصفات الجودة العالمية. فكرة تأسيس جمعية المهندسين بدأت في أواخر سنة 2005، الحمد لله نجحنا في تأسيسها في ديسمبر 2005. حطينا أسس أن احنا نرتقي بالمهندس المصري وقدراته، فركزنا في الفترة الأولانية أن احنا نعمل أكبر قدر ممكن من الدورات التدريبية نرتقي بها بالمهندس المصري، وبعدين ركزنا على محور الاجتماعي يبقى فيه علاقات بين المهندسين وأسرهم في لقاءات دورية، والمحور الثالث اللي ركزنا عليه أن احنا نعمل حدث تقني كبير يجمع بين المهندسين المصريين ويكون نوال التقائهم بالشركات الكبرى، وقدرنا نعمل أول مؤتمر للمهندسين واللي استمر بعد كده لحد اليوم. حققت جمعية المهندسين المصريين بالسعودية بفضل الله أولا ثم بجهود كوادرها وشبابها نقلة نوعية في سبيل التميز المهني عبر تنظيم العديد من الدورات المهنية الحديثة والمحاضرات العلمية المتخصصة وتشجيع ودعم الأعضاء على متابعة دراساتهم العليا والتواصل مع الجمعيات العلمية والمهنية محليا ودوليا في مجال تخصص الأعضاء والاستفادة من إمكاناتها في دعم روادها علميا ومهنيا ومد جسور التواصل مع الجهات الرسمية والهندسية في مصر والمملكة. ويبقى من أهم ما سعت الجمعية لتحقيقه توثيق التواصل المجتمعي بين المهندسين المصريين بالسعودية من خلال الرعاية الاجتماعية والترفيهية، إذ عمقت مفهوم التكافل الاجتماعي بين أعضاء الجمعية وقدمت نموذجا رائعا في تحقيق سلسلة من الأهداف الاجتماعية من خلال اليوم الاجتماعي لأسر المهندسين وتواصله بشكل منتظم لإيجاد مناخ ثقافي اجتماعي رياضي ترفيهي مصري تغلب عليه نكهة المحافظة على روح الأصالة والانتماء للوطن الأم. كان
لابد من تطوير جمعية المهندسين بعد التأسيس، فكان لابد من تعديل اللائحة الداخلية للجمعية لضبط عملية المسؤوليات والعلاقات بين أعضاء مجلس الإدارة وهيئة المكتب والشؤون الإدارية والشؤون المالية. وبحمد الله تم توسيع دائرة المشاركة لجميع المهندسين بإضافة الشعب الهندسية في اللائحة ووضع الضوابط الخاصة بكل شعبة. وكان للعمل الداخلي المنظم لابد من حصول الجمعية على شهادة الجودة، فبحمد الله تم الحصول على شهادة الأيزو 9001 ل 2008، وبذلك قد استكملنا المنظومة الداخلية المنظمة المؤسسية الكيان القائم لجمعية المهندسين المصريين بالمملكة. تبنت الجمعية العديد من الأهداف والخطط الاستراتيجية الثابتة التي تعمل على إنجازها وفق ضوابط ولوائح الجمعية، وأخرى متغيرة حسب ظروف وقتها وتحقيقها، لعل من أبرزها الارتقاء بالمستوى العلمي والمهني للمهندسين والمحافظة على كرامة المهنة، ووضع تطبيق الأسس الكفيلة بتنظيم ممارسة المهنة وأداء أعضاء الجمعية لواجباتهم في خدمة البلاد ومراقبة تنفيذها، كذلك تنظيم المؤتمرات والندوات العلمية التي تخدم المهنة وتسهم في تطوير العمل الهندسي وتوطين التقنية. ولعل انطلاقة الملتقى السنوي الهندسي منذ عام 2009 وتواصله بلا انقطاع رغم الكثير من المتغيرات التي شهدتها المنطقة دليل راسخ على مهنية واحترافية العمل بالجمعية والابتعاد التام عن مناطق الخلافات والاختلافات الأيديولوجية والسياسية. بعد مرحلة التأسيس المرحلة الأولى وتلتها المرحلة الثانية التطوير والاستقرار الداخلي، كان لابد من انطلاقة مكملة ثالثة لتحقيق الهدف المنشود، وهو أن يكون المهندس المصري فخورا بوطنه وفخرا له. كان لابد من مد أطر التعاون مع مجموعة من الهيئات العلمية والأكاديمية والمهنية الأخرى خارج المملكة العربية السعودية. كان التركيز الأوسع أو الأكبر فيها في مصر، فكان بروتوكول تعاون في المستوى العلمي والتطوير المهني مع جامعة حلوان، وكانت بروتوكول تعاون مع الأكاديمية العربية، وكان بروتوكول تعاون مع مركز بحوث البناء والإسكان، وكان بروتوكول تعاون مع الاتحاد المصري للمقاولة التشييد والبناء وعدة هيئات علمية أخرى. هذا كله ليصب في صالح رفع قيمة وقدر ومهارة المهندس المصري المقيم في المملكة العربية السعودية. ولعل سجل النشاط في خلال عام 2015 الزاخر والعامر بالكثير من الدورات المهنية والمحاضرات العلمية والاستكمال سلسلة المؤتمرات التي بدأت من المؤتمر الأول عام 2009 إلى المؤتمر الثامن القادم في مايو 2016 إن شاء الله، خير دليل على ما نصبو إليه وما نسعى إليه والجهود المبذولة في هذا الصدد. نحن على موعد مع الملتقى السنوي الثامن والذي يستمر على نهجه الثابت لتصب كل الفعاليات والرؤى والدراسات في إضافة الجديد والمفيد
لتكون الهندسة بحق. أن يكون المهندس المصري فخورا بوطنه وفخرا له، وتحت ظلال قيمها الوارفة والراسخة تواصل، ترابط، احترافية، أمانة، انتماء. استمر نغم هذه المنظومة الإبداعية لتواصل تأدية دورها الريادي المشهود في الاهتمام بالمهندس المصري ورفع مستواه المهني والتقني، وتعاهد الجمعية روادها وجميع المهندسين المصريين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخوة الأفاضل، أهلا ومرحبا بحضرتكم جميعا في ليلة جديدة من ليالي مبادرة تواصل وتطوير التي تنظمها جمعية المهندسين المصريين بالمملكة العربية السعودية. موعدنا الليلة إن شاء الله مع المحاضرة 90 من هذه المبادرة المباركة، ومع ضيف الكريم عزيز علينا جميعا له من الأيادي البيضاء على فعاليات الجمعية ومؤتمراتها والدورات والدراسات العليا التي تمت بنجاح فيها اليد البيضاء والخير الكثير. ضيفنا اليوم إن شاء الله الأستاذ الدكتور أحمد موسى، أستاذ الخرسانة المسلحة والعميد السابق لكلية الهندسة بالمطرية جامعة حلوان، والعميد الحالي لكلية الهندسة جامعة بدر. حصل ضيفنا الكريم على بكالوريوس الهندسة المدنية من جامعة أسيوط عام 1982 بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف، ثم حصل على الماجستير في الهندسة الإنشائية من جامعة عين شمس عام 1988، وحصل على الدكتوراه في الهندسة الإنشائية من جامعة أنسبروك في النمسا عام 1993. حصل على لقب أستاذ مساعد عام 1998، ثم أستاذ الخرسانة المسلحة عام 2004. عمل رئيسا لقسم الهندسة المدنية بكلية الهندسة بالمطرية جامعة حلوان، ثم وكيلا للكلية، ثم عميدا للكلية. حصل على جائزة الدورة التشجيعية في العلوم الهندسية عام 2004، حصل على لقب استشاري في تصميم المنشآت الخرسانية عام 1997، وأسس مكتبا للاستشارات الهندسية، وساهم في التصميم والإشراف على تنفيذ العديد من المشروعات الهامة والمتنوعة، وله العديد من الأبحاث في مجال الخرسانة المسلحة والمنشآت الأرضية والأنفاق، وأشرف على العديد من مسائل الماجستير والدكتوراه في الهندسة الإنشائية. محاضرتنا الليلة should create for underground support and tunneling مع ضيف كريم عزيز علينا جميعا، كان أحد الأسباب الرئيسية بعد الله سبحانه وتعالى في نجاح الجمعية في إنفاذ برامج الدراسات العليا في البروتوكول الذي وقع مع جامعة حلوان، والذي استفاد منه أكثر من 470 مهندس مصري يعملون خارج الوطن. أستاذ الدكتور أحمد موسى، بكل الحب والتقدير والامتنان لقدركم وقيمتكم وعطائكم في مجال العمل الهندسي والأكاديمي والعلمي والعمل الإداري في سلسلة المناصب القيادية في مجال التعليم الهندسي، أرحب بك ضيفا عزيزا وأخا كبيرا نفخر به ونفخر جميعا كنموذج مصري للرقي في الأداء العلمي والأكاديمي والمهني، وقبل هذا أقول له الأخلاق العالية الراقية الكريمة. دكتور أحمد أهلا بك، المايك مع حضرتك.
شكرا جزيلا باشمهندس هشام ومجلس إدارة الجمعية. الحقيقة أنا سعيد النهاردة أني ألتقي بكم وألتقي بزملاء جميعا في هذه المحاضرة، فهي فرصة أن احنا نتقابل ونسمع بعض، وأتمنى أنها تكون محاضرة يعني دماغ خفيف ومفيدة إن شاء الله. المحاضرة بتاعتنا اللي هي Short Crete for Underground Support and Tunneling. في المحاضرة دي احنا هنطوف سريعا كده في تاريخ الأنفاق وفي الطرق المختلفة لإنشاء الأنفاق، ثم نتكلم عن السيموليشن لعملية التانلينج أو حفر الأنفاق وتمثيلها إنشائيا والحسابات التحليل الإنشائي للأنفاق، وهنركز أكتر على الشوتكريت ودورها في تأمين المنشآت. الحقيقة إن المنشآت الأنفاق تعتبر من أقدم المنشآت، والتطور التكنولوجي اللي فيها يعتبر من التكنولوجيات الحديثة جداً الآن. يمكن الإنسان عارف إزاي يتعامل مع الجبل ويحفر فيه الأنفاق، وبل إن هو يسكن في كهوفه وقدر يحس بالاستابيليتي بتاعت التانل اكسكافيشن من خلال التشكيل اللي بيحفره و واتزان التربة المحيطة بفجوة النفق. الأنفاق طبعا دورها كان متعدد، ويمكن كان زمان أكثر الاستخدامات في عملية التنقيب والتعدين، لأنه كانوا بيحفروا الأنفاق علشان يوصلوا لبواطن المناجم ويطلعوا منها المعادن المختلفة والفحم وخلافه. وطبعاً عملية نقل المخلفات الحفر ونقل الخامات طبعاً تطورت كثيراً مع مر الزمن. فالأشكال اللي قدامنا دي بتبين تطور الأنفاق من مجرد الحفر في تربة يعني مناسبة بهذا الشكل أو فتحات مناسبة حتى للنقل بوسائل مختلفة، ثم التفكير في يعني مساندة الحفر بأي وسيلة من الوسائل بحيث إن النفق يحافظ على اتزان. فتطورت من تبطين النفق بالأحجار وتكوين قرش من الأحجار، وطبعا هو الاتزان هنا بيعتمد على إن بعرض التبطين النفق إلى ضغط من خلال الكونفيجريشن بتاعه، بحيث ان كل اجزاء النفق تبقى دايما معرضه الى ضغط. ودي فكرتها زي فكره
القناطر الأرشد الأرشز والمنشآت اللي فيها الكباري القديمة اللي هي عبارة عن أرشات والأرشات اللي في المباني بحيث إن ما يحصلش شد إطلاقا داخل العنصر وبالتالي تقدر الأحجار ترتكز على بعضها وتتحمل ضغط وتأمن الكف أو النفع. ثم تطورت الدنيا لاستخدام أي مادة لاصقة وحامية للتربة بحيث أنها ما يحصلش فيها تساقط وتهايل. ومع ظهور الأسمنت، يمكن الأسمنت في عمر الزمن يعتبر مادة حديثة نسبيا، يعني مش أكتر من 150 سنة، ومع تطور الآلات ابتدت تظهر مكنة الشوتكريت واستخدمت في عمل نوع من التدعيم والتبطين للأنفاق، وتطور لها مكن وآليات حديثة، ثم تم تطوير ماكينات الحفر الأنفاق اللي هي Tunnel Boring Machines اللي هي انتشرت استخدامها حاليا. الحقيقة الطرق المختلفة للإنشاء ما فيش طريقة هتلغي التانية، لأن كل حالة ليها استخدامات ومن حيث المناسبة لطبيعة الجبل وطبيعة التربة والإجهادات وطبيعة المنشآت السطحية والحساسية بتاعتها والتكاليف اللي ممكن تترتب على اختيار هذه الطريقة من حفر الأنفاق. الأنفاق ممكن تنشأ بثلاث طرق. الطريقة الأولى اللي هي cut and cover، احفر وانشئ واردم، ودي في تستخدم طبعا في الأنفاق القريبة من سطح الأرض بحيث إمكانية الحفر تبقى متاحة والتكاليف ممكن تبقى بحيث أن أفتح الأرض وأنشئ جسم النفق ثم أردم عليه. طبعا بيحكم هذه الطريقة أن لابد من السطح يبقى قابل للإشغال، يعني لازم هستغنى عن استخدام سطح الأرض إذا كان شارع أو غيره هيتقفل وقت الإنشاء تماما. وبنبدأ هنا الإنشاء بديافرام مولز على اليمين والشمال، وبنحقن القاع بتاع النفق بحيث يبقى في سبورت تأسيسي تحت، ثم ينشأ جسم النفق بهذا الشكل. وقد يسبق الحفر، قد يسبقه أن أصب السقف وبعدين أحفر تحته زي ما هيجي بعد كده. طبعا ممكن شكل النفق ياخد أشكال متعددة، وهنا شكل الأرش الحقيقة بيعمل مينيمايزيشن برضو للبند مومنت، ممكن يعمل اقتصاديات في القطاعات الخرسانية، ولكن طبعا بيحتاج إلى شدة. الشكل يمكن الترتيب الشغل بيتم بالدافرامولز في الأول بالشكل ده بحيث أخلق منطقة آمنة للحفر في النص، ثم تثبيت lateral support للدايفرام وول دي بحيث ما تبقاش كانت ليفر، ده بيدعمها وبي
بيساعد في تقليل قطاعات الدايفروم وول، بدل ما تشتغل كانتليفر تبقى سبورتد فوق، ثم تبدأ عمليات الحفر والإنشاء ثم الرد. طبيعي هنا لازم المنشآت القريبة يبقى لها عناية خاصة، ويبقى في حسابات مسبقة للستلمنت المتوقع في المنشآت دي، والتأكد من أمان المنشآت المجاورة لحفر الأنفاق. وطبعا لابد من أن تحويل المسارات للمرور السطحي، ويكون الكلام ده كله متجدول ومحسوب ويبقى قابل للتنفيذ، بحيث ان هو ما يقفلش الدنيا وما نفقد السيطرة. الطريقة الثانية، هو انا يمكن هنا قفزت على الطريقة الثانية اللي هي تانل بورينج ماشين، وهي قد تكون الأحدث من حيث الظهور، وإنما يعني علشان أتكلم أكتر على الشوتكريت فخليت التانل بورينج ماشين قبل الشوتكريت. التانل بورينج ماشين عاملة زي حشرة الحفار اللي بتدخل تحت الأرض وتحفر وتطلع الناتج الحفر البرة وتاخد طريقها، بحيث زي غواصة تحت الأرض بتشكل نفق، طبعا هنا دائري لطبيعة المكنة وطبيعة الدوران وش المكنة هنا، فمش هينفع شكل تاني غير الدائرة. المكنة هنا بتبقى في الأساس عبارة عن الكاتنج هيد، الوش بتاع المكنة، وفي هنا رؤوس دوارة فيها قواطع، بحيث إنها تهشم الحجر وتاكل التربة وتحولها إلى تربة ناعمة مع قابلة للإذابة في البنتونايت وسحبها إلى خارج النفق. الحقيقة مكنة التانل بورنج ماشين مكنة معقدة جدا، وتحتاج إلى كنترول عالي جدا لكل الخطوات اللي بتمر بيها، فهي طبعا تكاليفها باهظة، وتكاليف حتى إنزالها وإسقاطها في مكانها اللي هتنطلق منه عالية جدا. وبالتالي أولا مش مناسبة للأنفاق القصيرة، لأن مش معقول هكلف مكنة باهظة الثمن، باهظة تكاليف الانستليشن والإعداد ونقط الخدمة على مسافة صغيرة. يبقى إذن لابد يكون أولا مش قريب قوي من سطح الأرض، عشان برضو المكنة تبقى ستيبل وهي شغالة، وما تبقاش طبعا هي المنافسة بينها وبين الكات أند كفر من حيث الاقتصادية صعبة، لأن الكات أند كفر بالتأكيد أرخص، لكن هي ما يميزها إن السطح قابل للإشغال طول الوقت، ومع العمق الكبير ومع الكنترول على عملية الحفر والدراسة الكاملة لظروف التربة، ممكن هبوط التربة على السطح يبقى في أضيق الحدود. وبالتالي المكنة ممكن تكمل طريقها داخل الأرض بدون إحداث خلل كبير في سطح الأرض أو في المنشآت السطحية،
طبيعي إن لازم يبقى في مراقبة تامة لسطح الأرض وللمنشآت على مسار نفق، وبخاصة الجزء اللي فوق القرب المكنة، لأن المكنة بتحفر في البداية. طبعا قدام المكنة لازم يبقى في بريشر كافي للاتزان للتربة عشان ما تفورش التربة وتخش جوه النفق، ودي تبقى كارثة كبيرة لو الاتزان هنا اختل وابتدت التربة والمياه الجوفية يخش جوه النفق، يبقى هنا تحصل مشاكل كبيرة زي حالات قبل كده زي اللي حصل في شارع الجيش زمان، وكانت مشكلة كبيرة وعملت فجوة رهيبة في الأرض، ابتلعت الكثير من السيارات. ويمكن كان الحل ساعتها أنه تم صب مئات الألاف من الأمطار اللي عملت بلوكينج للنفق، وخدت فترة كبيرة جدا جدا حتى للتخلص للمشكلة بتاعت الخرسانة اللي صبت، ويمكن المكنة نفسها يعني تقطعت خردة من الخرسانة اللي فوقيه. فهنا المنشآت دي منشآت حساسة وتحتاج إلى الكثير من الكنترول وإلى دقة وضبط جودة عالية جدا. طبيعي النفق المحفور بتانل بورنج ماشين هو قطاع ودايرة منتظم، والحقيقة قطاع الدايرة ده هو قد يكون الأفضل من حيث الانترنال فورسز المؤثرة عليه داخل التربة، ولكن قد لا يكون الأفضل من حيث المساحة المستغلة، لأن أنا في الآخر محتاج عشان أستغل النفق لازم أرضية مستوية وحيطان تسمح إن الهيد بتاعها يستغل سواء لقطر أو لعربيات أو لغيره. فالقطاع الدائري الجزء الصافي المستغل منه ممكن يبقى مش كبير نتيجة الشكل الدوراني وردم جزء منه للاستغلال للحركة عليه. النقطة الثانية إن مش هقدر بالمكنة أحفر محطة أو أقابل تفريعة بين نفقين أو تفريعة قطر أو طريق داخل الأرض، وبالتالي تانل بورنج ماشين ما تنفعش طريقة مستقلة لوحدها تكمل النفق من أوله لآخره وتنشئ المحطات وغيره. قد تكون الشوت كريت هنا الحل في اللارج اكسكافيشن والمناطق التقابل ومناطق المحطات العميقة تحت الأرض. الحقيقة فكرة الشوتكريت جاية من الفكرة القديمة قوي اللي هي بتاعت الأرشات وتحملها لقوة الضغط، بحيث ان الشكل ده القوة اللي عليه لو جت قوة من الخارج هديني دايما كومبريشن على وحدات الطوب او الحجر المكونة للأرش. وده يمكن كان الأنفاق في قديم الزمان قبل ظهور الخرسانة معظمها يدعم بهذا الشكل. فكرة الشوتكريت إنها بنقدر نقول إنها smooth and flexible support، ودي في غاية الأهمية. smooth support يعني تعمل لي سيلينج أو تلحم حبيبات التربة والصخور
بحيث إن هي تقدر لوحدها تكون قرش يقدر يتزن، لأن التربة طبيعي بتشيل، تقدر تشيل ضغوط، بس لو حصل لوكال فيلير هتنهار مباشرة. يبقى هنا، لكن لو عملت لحمت الصخور دي مع بعضها هي لوحدها هتحافظ، هتكون قرش أبعد شوية وتقدر توزع حملها بره. يبقى الفانكشن الأساسية والأولى هي لحام التربة مع بعضها وتكوين قرش ذاتي من التربة بحيث تقدر تحافظ على الفجوة اللي جواها بتوزيع الجهادات بعيدا عنها. النقطة الثانية أنها سبورت مرن. طب إيه فايدة إن هو يبقى مرن؟ مرن لأن ما ينفعش جبل اللي فيه فجوة ولسه تربة بتزحف عليه، ما أقدرش أمنع زحف الجبل، يعني ما أقدرش أعمل ريجيد سبورت لجبل أو لتربة في عمق الجبل بدون ما تخلق عليها قوة شديدة جدا. كل ما كان السبورت ريجيد لا يقبل تشكل، كل ما جت عليه فورسز أعلى، وبالتالي مش معنى أنه السبورت ريجيد يبقى آمن. يعني تعريف الأمان اختلف شوي. الاستراكشر العادي كل ما كانت قطاعاته أكبر وأقوى كل ما يتحمل أكتر، إنما في الأنفاق ما أقدرش أقول أن أنا هعمل سبورت يتحمل كل الإجهادات اللي كانت موجودة على التربة ويشيل بديلا عنها. ولذلك يبقى بتحايل على التربة إن هي ما تنهارش، ما يحصلش فيها لوكال فيلير، وفي نفس الوقت أشغلها معايا بدل ما تبقى هي حمل تام عليا، تبقى هي شغالة معايا كقرش، والدور الشوت كريت إنها تبقى منظمة لعملية الديفورميشن، فتتقبل ديفورميشن وتشيل فورسز بالمساهمة مع التربة المحيطة. طبيعي ان الشوت كريت لايننج في كثير من الاحوال ما تنفعش انها تبقى فاينل لايننج، وخاصة لو في مياه جوفية او لو كانت التربة ما هياش صلبة قوي وما تقدرش تعيش مع الزمن، فبالتالي ممكن نعمل هنا انر لايننج بالخرسانة المسلحة المصبوبة او المحقونة. طبعا هي فكرة الأنفاق ابتدت بطريقة بدائية الأول بالسيكوينشال اكسكافيشن، الحفر حتة حتة ونسند، يعني فتحة صغيرة ويسندها بخشب أو بحديد أو غيره، وهكذا بيزود ويعمل أرش يسند، وممكن يعمل أرش حجر يمين وشمال، بحيث دايما بيسعى لتكوين أرش يحمي سطح التربة من الانهيار الجزئي وتسلسل الانهيار، وفي نفس الوقت يشيل ضغط. فالحقيقة أشكال مختلفة ممكن يعني على خطوات مختلفة ممكن تتبع لحين الوصول لشكل النفق النهائي. يعني هنا ممكن الحفر على مصاطب الجزء اللي فوق واعمل له سبورت وضفر هنا، ثم يبتدي يحفر جزئيا ويتسلسل لحد ما ويسند عرض وخلافه
ستيب باي ستيب. طبعا الكلام ده بيحصل في اتجاه الطول بتاع النفق سيكوينشال، ياخد شريحة شريحة. يبقى أنا بحفر شريحة واسندها، ثم اللي بعدها ثم اللي بعدها وهكذا. طبعا هنا ممكن أضطر أستخدم عناصر معدنية أو خشبية مختلفة للحفاظ على الدائرة أو الأسطوانة بتاعت النفق سبورتد، لحين تبطنها بالخرسانة اللازمة. وممكن الوش النفق نفسه يبقى مش ستيبل، ما يستحملش خالص، وبالتالي ممكن أدق له سبورت أفقي قبل الحفر، بحيث دايما أحفر تحت مظلة بحيث تسند نفسها شوية وأدخل تحتها، وبعدين أخد شريحة شريحة وأنا داخل كده في اتجاه النفق. طبعا أدوات الحفر بتطورت كثيرا مع الزمن، من الحفر بالأدوات اليدوية البسيطة إلى الحفارات المختلفة إلى الماكينات القطع اللي هي المسننة اللي بتاكل في الصخر بمكنات عملاقة، ممكن تقطع في الصخر حتى لو كان من الصخور الصلبة. ماكينات الشوتكريت حصل فيها تطوير كبير جدا مع الوقت. البداية كانت المكن البسيط اللي هو اللي هي دراي شوتكريت ميثود، وبيتحط فيها الرمل والزلط والأسمنت عند يتخلطوا على الناشف، وبيوضخوا في خرطوم وبالتوازي معاه خرطوم المية، وبيتقابلوا عند النزل أو في عند نقطة الرش تحت قوة، وبيطلعوا بيتخلطوا في الطريق وهم في اتجاه السطح المصبوب عليه. طبعا حصل تطوير كبير جدا في المعدات وفي التحكم فيها، يعني أصبحت المكنة عبارة عن ريموت كنترول ماشين، بحيث من بعيد أقدر أتحكم في اتجاه وتشغيل مكنة الشوتكريت سواء داخل الأنفاق أو خارجها. وطبعا ده بيؤدي إلى يعني نتائج مختلفة تماما وجيدة جدا في الخرسانة. طبعا في دراي ميثود والويت بروسيس ميثود. الأنفاق طبعا الدراي ميثود مش هتنفع فيها، لأن بيبقى فيها الضغط عالي جدا، وبيئة الأنفاق طبعا محتاجة دايما لتهوية وتقليل التراب والغبار الناتج عن الكلام ده، فالدراي ميثود ما تنفعش داخل الأنفاق. اللي بتستخدم هي الويت ميثود، وفيها بتيجي الخرسانة جاهزة وبتدخل المكنة وبتضخ وتترش على السطح المطلوب. وطبعا الخراطيم دي كان إلى عهد قريب كان اللي بيديرها الشخص اللي هو الأوبريتور، ماسك الخرطوم وبيرش بنفسه. طبعا مع تطور المعدات طبعا ابتدت المكن يبقى طبعا أفضل بكتير، والإنسان اللي بيديرها فيه على مسافة وبعيد ومحمي، ومعدلات الرش طبعا تبقى أعلى وأجود بكتير. طبعا السائط المرتد من الشوتكريت في الويت بروسيس أقل بكتير من دراي بروسيس، والكواليتي التحكم فيها يبقى أحسن بكتير. هو الشكل ده طبعا
بيبين شبكة التسليح الموجودة و ازاي تتصب بعد كده. هنا ده تانل بورينج ماشين وتانل بورينج ماشين، الاثنين بيتقابلوا في يعني سبيس كبير اللي هو ممكن يبقى نقطة تقابل أو محطة أو تحويل مسارات أو غيره. دي أشكال مختلفة من أزرع التحكم في الشوتكريت أثناء الصب. الحقيقة طبعا يمكن في 2 فيديو هشغلهم في الآخر، واحد عن الشوتكريت وواحد عن التانل بورينج ماشين يشرح البروسيس أكتر، لكن هنا بنشوف وظيفة الشوتكريت أكتر من خلال يعني تحليل للفانكشن الإنشائية للشوتكريت والكواليتي بتاعت الشوتكريت والتحليل الإنشائي دي. فبنقول عناصر التدعيم هنا هي طبقة الشوتكريت، وطبعا دي خرسانة برضو مسلحة، ما فيش مش يعني الشوتكريت ما هياش خرسانة عادية، لا هي خرسانة مسلحة. أحيانا بندعم بقطاعات معدنية الأول ونحط شبكة الحديد، القطاعات المعدنية ممكن تسندنا شوية لحد ما تتحط شبكة الحديد وتترش الخرسانة. زي ما بقول الكلام ده مش على مسافات كبيرة، ممكن أخذ 2 متر 2 متر وأنا ماشي لقدام في النفع. من عناصر التدعيم برضو اللي هي الروك بولز، ممكن أدق أنواع مختلفة من الجوايط الحديد على مسافات مختلفة بحيث أنها تبقى ماسكة في التربة البعيدة وتمنع تساقط التربة القريبة من النفق داخل فجوة النفق لحين ما الجسم النفق يقدر يشيل الفورسز اللي جاي عليه. الدياجرام ده بيبين الفكرة دي، لو الأرض الطبيعية مع الحفر بيقل البريشر اللي تتحمله الفجوة، البريشر المحيط بالتربة طبعا مع الحفر بريشر ده لازم يبقى زيرو لأنه في فراغ جوه، ويبتدي يتكون القرش حوالين النفق، القرش اللي يقدر يشيل التربة الباقي. وده معناه ان الستريسز هنا بتقل، بتتخفض تتخفض تتخفض. اذا ما لقيتش السبورت يوصل لنقطه اتزان النفق طبيعي هينهار. ولذلك التبطين هنا بيخش معايا في انه يشيل جزء من الاجهادات، جزء من الحمل. طيب انا هعمل شوتكريت لاين، ممكن ابتديها بدري قوي، لو هي بدري قوي واستف ممكن ما تستحملش ويحصل فيها بلاستيس تمام وممكن تنهار، يعني لان هي هات وخد الاثنين بيساعدوا بعض بس على حسب مين فيهم التربه استوعبت قد ايه والشوتكريت استوعبت قد ايه. هنا ودي النقطة الأساسية في اختلاف طبيعة المنشآت الأرضية عن المنشآت السطحية. المنشأ السطحي احنا عندنا سقف بيتصب على شدة وبفك الشدة بيروح الحمل للعمود، وفي جميع الأحوال السقف والعمود بيبقى خرسانتهم وصلت للمقاومة بتاعتها المطلوبة، وبالتالي ما عنديش أي مشكلة إن الحمل انتقل مرة واحدة للعناصر بعد اكتمال مقاومتها وقدرتها على تحمل الأحمال. إنما في الأنفاق أنا بحفر الأول وبسند، أثناء الحفر بيحصل deformation، لازم يبقى التربة المحيطة قادرة على إنها تشيل جزء أو توزع الجزء الأكبر من الإجهادات الواقعة فيه بشكل طبيعي بدون انهيار.
ويجي دور الشوتكريت تشيل الباقي اللي تمنع الانهيار، و في نفس الوقت الشوتكريت نفسها ما تتضرش كتير او ما يفرضش عليها ديفورميشن واحمال تقيل. وبالتالي قد يكون ان انا مش لازم ابتدي بدري قوي بالشوتكريت ده، ممكن يكون لو اتاخرت شويه طالما النفق يستحمل او الفجوه تستحمل ومتزنة، لو ابتديت متأخر شوية جايز يبقى أحسن. وخاصة أن استخدام الشوتكريت في كثير من الأحيان بيبقى في المناطق خارج المدن أو اللي هي الديفورميشن السطحية جايز ما تبقاش مهمة أوي، أو في الأنفاق العميقة جدا اللي السطح ما بتأثرش كتير بحفر النفق. وبالتالي في لحظات تعتبر اوبتيمم من امتى ابطن النفق، بعد لحظة بداية الحفر بقد ايه، وتطور المقاومة نفسها بتاعت الشوتكريت عشان تشيل. لأن مشكلة الشوتكريت إن أنا برش الخرسانة طرية على جسم النفق من جوه، على جدار النفق الداخلي. جدار النفق الداخلي ده ما هواش في وضع ثبات، لا ده هو في وضع بيقفل، وهو بيقفل بياخد معاه وبيضغط على الخرسانة أو الشوتكريت اللي لسه طرية، اللي لسه بلاستيك، اللي لسه يدوبك شك، وبالتالي بيديها إجهادات مبكرة جدا. عليها أن تتقبل الكثير من الديفورميشن لحين ما تتصلد وتبتدي تقاوم من غير ما تنهار أو يحصل فيها دمج يؤثر بشكل كبير على اكتسابها للمقاومة بعد كده. وبالتالي أنا عندي متغيرات كتير جدا في مسألة الأنفاق. طبيعة التربة طبعا ده حاجة أساسية جدا وتحيلها، وهي مصدر القلق كله. معدلات الحفر وترتيب الحفر نفسه، هحفر قطاع النفق مرة واحدة ولا أقسمه حتت، وهشبط عناصر تدعيم قد إيه، وهقدر أرش مسافة، يعني التدعيم حياتي بعد قد إيه، بعد مسافة قد إيه، وزمن قد إيه، وتطور المقاومة الخرسانة إزاي في نفس الوقت اللي الجبل بيزحف على الخرسانة فيه. يعني الخرسانة هنا بتتحمل تشوه وديفورميشن مع الزمن، ومع الزمن هي بتكتسب مقاومة وتقدر تشيل تساهم، والمساهمة دي بتستمر بالتعاون لحد ما تتصلد ووش النفق يبعد، ونبقى في على مسافة مناسبة من النفق ونوصل لمرحلة الاتزان. وبالتالي المشاكل عندي هي الايرلي لودينج، مجرد ما تتصب بتاخد ديفورميشن، بتاخد ديفورميشن لو هي طريقة تماما ما في، بتاخد ديفورميشن فقط. مجرد ما تاخد مقاومة هيتولد فيها إجهادات، حتى تحملها أو لا لابد من يبقى في وسيلة للحساب. المشكلة التانية من الشوتكريت في التشغيل اللي هو الريباوند أو الارتداد جزء من الخرسانة المرشوشة وتقع على الأرض، يمثل فاقد ويمثل يعني لو هو مش منتظم المكونات يبقى يبأثر على الجودة. وطبعا الويت بروسيس هنا والتكنولوجيا الحديثة سيطرت كتير على هذا الموضوع. في كمان الداست فورميشن، طبعا رش الخرسانة، طبعا دراي
ميثود كارثية داخل الأنفاق. وإن كان طبيعي لازم يبقى النفق في مصدر تهوية وشفاطات بتغذي النفق بالهواء النقي لحد وش النفق وتشفط التراب، ولكن أي مصدر للتراب بيمثل مشكلة بيئية داخل النفق ومشكلة على العاملين، وبالتالي dust formation يعتبر من المشاكل اللي تحتاج إلى سيطرة وعناية للتحكم فيه. الليتشينج الشوتكريت طبيعي إن هي كخرسانة مرشوشة فيها بعض المسام، وبالتالي النفاذية بتاعتها تعتبر أكتر من الخرسانة المصبوبة، والشوتكريتينج أو التانيلينج تحت الجراوند تيبل محتاج لكنترول ومعالجة، والشوتكريت نفسها نظراً إنها ما تنفعش تقاوم المية طول الوقت، فبعد كده طبعا بيتعمل عزل بشيتس مخصوصة وقوية جدا، ثم تبطين النفق بخرسانة مسلحة كطبقة من الخرسانة الدائمة. بعد كده شوتكريت كأي خرسانة بتعاني من الشرينكج وبتعاني من الكريب أكتر. ليه بتعاني من الكريب أكتر؟ نتيجة إن هي بتتحمل بدري، وطبعا الكريب كل ما الخرسانة اتحملت بدري كل ما الكريب كان عالي فيها أكتر، واستمرار الحمل وتزايده مع الزمن بيؤدي إلى كريب كبير في اللايننج، وطبعا ده بيترجم لديفورميشن في قطاع النفق، وتلاقي قطر النفق بيتقارب من بعضه وبيقل نتيجة هذه الديفورميشن. الحاجة الثانية ان مشكلة لو انا بحفر في السوفت سويل، طبعا لو بحفر صخور ده الحالة المثالية، تربة المتماسكة مع شوت كريت، تربة جيدة وممكن الشغل فيها بسهولة ومعدات بسيطة و إنتاجية معقولة واقتصاديات جيدة. لكن لو التربة رملية سايبة، لو التربة طينية أو تربة قابلة للانهيار، طبيعي إن أنا لو دخلت فيها بالحفار وتهيلت هتردم النفق ومش هقدر أكمل. فهنا لابد من إدخال طريقة أو لإيقاف للحفاظ على اتزان التربة والحفاظ على الأرش إفكت فيها، ولمنع التسرب سواء إذا كانت مية أو تربة ناعمة أو انهيارات جزئية. طبعا ممكن يبقى حسب طبيعة التربة وحسب قطر وشكل النفق، ممكن في أنفاق بيحصل فيها deformation عالية جدا وعليها، ويجب أن تكون متاخدة في الاعتبار، ويجب أن هي يكون في استعداد للسيطرة عليها أثناء العمل. ولذلك التطوير كان في شوتكريت بيشمل ثلاث محاور. أولا تطوير مادة الشوتكريت نفسها وتأهيلها إنها تبقى مناسبة لهذا النوع من الإنشاء. ثانياً تطوير المعدات سواء معدات الحفر أو معدات ضخ ورش الخرسانة، وتطوير الكونستراكشن تكنيك على بعضه للوصول به للأمان والمثالية. من ضمن الحاجات اللي هي بتستخدم لتدعيم السوفت سويل، اولا يعني اعطاء الفرصه للشوتكريت انها تتقبل ديفورميشن. زي ما بنقول ونكرر، بلاش تعاند الجبل، محدش يقدر يعاند الجبل، محدش يقدر يمنع فجوه حديثه
داخل الجبل من ان يحصل فيها deformation. ولذلك لازم اخليها قابله للانكماش داخل ال... واحيانا بيتعمل فيها سلوتس كده زي اجزاء تتصب بعدين، بحيث ده اعمل سيلينج لجسم النفق واسيب حتت ممكن تقفل منها تقبل ديفورميشن. كل ما قبلت ديفورميشن الاجهادات على جسم النفق نفسها بتقل، واحتياجه لقطاع تقيل في التبطين سواء الابتدائي او النهائي يقل، وبالتالي اقتصاديات النفق تبقى احسن. في انواع مختلفه من الكيز وتأهلها انها تبقى فليكسبل من غير ما يحصل انهيارات فيه. الحاجة التانية محفرش لو نفق او حاجة كبيرة كده زي محطة او تقابل الخطوط او غيره، طبعا دي مستحيل تتعمل بتانل بورينج ماشين، ومستحيل اعملها يعني لو حامل لو دي قطرها مثلا 30-40 متر، لا توجد مكنة قطرها 30-40 متر على الإطلاق، ومستحيل إنها تتعمل ولا يتعملها إنستاليشن ولا تجهزها إنها تشتغل أو حد يقدر ينقلها ويحطها في مكان. وبالتالي من العبس إن أنا أدخل التانل بورنج ماشين في الكافيتيز الرهيبة أو الحاجات اللي بهذا الشكل. طيب هنا هحفر ازاي المساحة الرهيبة دي؟ الحقيقة بيتم التحايل عليها بالحفر والسند المتتالي الجزئي، ويعني زي هنا مثلا ابتدي احفر زي نفق صغير وبطنه عادي خالص، وهنا نفق تاني وبطنه برضه، فاصبح ده عندي جسم يقدر يسند نفسه ويقدر يسند اللي حواليه شوية. أقدر أخد حفر تاني كده واسند جدار، يبقى كونت روم تانية كده، وبقت أرش، ده أرش هنا وده أرش هنا وفي سبورت في النص وهكذا، واخد الجزء ده كمان، وبكده أقدر كده عملت السقف كله، لحمت ألحم السقف كله في بعضه. بعد ما لحمت ده كله في بعضه أمنت نفسي من فوق، أقدر أحفر الجزء اللي في النص وأصب الأرضية وأقفل القاع، وبعدين أكسر العناصر دي اللي بقى ملهاش لازمة بعد قفل الدايرة. يعني هنا المراحل الخطيرة كلها لحد ما القوس أو الدايرة بتاعت النفق تتقفل وتبتدي تقبل كومبريشن وتوزع حملها مع التربة المحيط. طبعا جايز أحتاج لعناصر إضافية زي هنا، ده قطاع طولي في النفق وأنا ماشي بحفر في هذا الاتجاه، ممكن أحفر الجزء اللي فوق ثم اللي تحت وثم جولة تانية وهكذا، وممكن وأنا بحفر وقبل ما أحفر أروح دائق زي خوازيق إبرية أو قطاعات معدنية أو شيتس أو غيره، أعمل بيها سقف مؤقت بحيث أحفر تحتها وهي شغالة كانت ليفر مدقوقة في التربة اللي لسه ما اتحفرتش، بحيث تعمل لي مظلة أشتغل تحتها لحد ما أأمن ورش الخرسانة وأخد خطوة بخطوة لقدام كده، دايما مظلة بعدها مظلة بعدها مظلة، يبقى أنا كده إيه بأمن جزئيا وأنا شغال جزء بجزء. التربة هنا الحقيقة بتشتغل أرش في الاتجاهين، هي أرش في اتجاه القطاع وبرضه هو أرش في اتجاه الطولي، بحيث هتحمل على السبورت اللي تم اللي بقى ستيبل هنا وليه مقاومة مع التربة اللي لسه قدام، يعني في أرش بتشكل كده وأرش بتشكل كده في الاتجاهين، فهو 3D أرش بيحاول
كل ما أمنت التربة وخليت أستفيد من هذه الخاصية، كل ما قللت المخاطر وقللت الأحمال الواقعة على جسم النفس. دي صور برضو من أشكال التدعيم المختلفة لقطاعات معدنية قبل ما أدخل وأعمل شوتكريت، وده اللي هي التدعيم بهورزونتال بايلز مايلة شوية بحيث أدخل تحتها تمام كمظلة، أشتغل تحتها ثم أدق مظلة تانية ثم أدق مظلة تالتة وهكذا. هنا واضح إن ده نفق حصل فيه large deformation يعني برضو. وطبعا المفروض الكلام ده يبقى فيه investigation جيدة جدا للتربة على طول محور النفق والتوقعات لأي deformation ممكن تحصل، وبالتالي لازم أبقى عامل حسابها، وحتى ما في الآخر ما يجيش قطاع النفق اللي أنا عايزه يقفل وما أقدرش أحصل على الفراغ المطلوب. تلاحظ هنا التشوهات في القطاعات المعدنية يمكن حصلت قبل صب الشوتكريت، وهنا دق الأنكور بولتس برضو بطرق مختلفة. الشكل ده الحقيقة بيبين يمكن الأنفاق دي محفورة بالتانل بورن ماشين، إنما الفراغ الكبير ده كله طبعا ما تعملش بالتانل بورن ماشين. وطبعا حتى الكونفجريشن بتاعه ده الكونفجريشن معمول بشكل برضو ياخد من التربة أقصى مساعدة ممكنة من الأرش بتاع السويل، وفي نفس الوقت يديني أكبر مساحة أقدر أتحرك فيها وأعمل حارات مرورية أو سكك أو محطات أو غيره. الحقيقة في خبرات كتير جدا متراكمة مع الزمن في هذا الموضوع. نيجي لعملية السيموليشن، إزاي نحسب منشأ بهذا الشكل؟ طبعا أي تصميم بيسبقه حسابات وأحمال وإجهادات علشان نقدر نجيب قطاعات. عملية هنا في منتهى الصعوبة. إلى عهد قريب كان المودلز المتاحة هي 2 دايمنشن، يعني قطاع النفق باخده كمنشأ في دايرة. طب إزاي أمثل الحفر في الاتجاه الطولي بتاع النفق حسابيا؟ الحقيقة ده بيتمثل ب construction stages برضو على الكمبيوتر خطوة خطوة. يبقى أنا مش بحل حالة واحدة، ده بحل حالة تراكمية، بمعنى أبتدي من الستيدي ستيت بعيدا عن النفق قدام خالص، عبارة عن تربة فيها إجهادات طبيعية بتتزايد مع العمق، وأقدر أحسبها من أوزان التربة اللي فوقيها أو إذا كان فوقيها منشآت أو غيره. يبقى هنا الإجهادات الانيشال ستريسز نقدر نحسبها ونقدر نقيسها تمام قبل ما يجي النفق. لما يقرب النفق بتلاقي التربة اللي قدام النفق يحصل فيها نوع من التهيج، يعني دي خطوة أولى فيها إجهادات حطيناها خلاص. يجي هنا الخطوة اللي بعدها قربنا من وش النفق، التربة دي ما بقتش زي زمان، بقى الاستيفنس بتاعتها أقل، ما تقدرش تشيل الستريسز اللي كانت موجودة عليها ولا تحمي الجزء اللي فوقيها من الهبوط. بتتمثل بإن أديها موديفاير يقلل الاستيفنس بتاعتها. يبقى هنا وانا بحسب حالات التحميل، يبقى حاله التحميل دي هي الانيشال ستريس، الحاله التحميل حاله التحميل دي هي الجزء اللي اتحفر او القريب من الحفر، الاستيفنس بتاعته تقل شويه. هيحصل ايه لما الاستيفنس بتاعته تقل شويه حسابيا؟ كان في اجهادات موجوده
مش هيقدر يشيلها، فيعمل ايه؟ يوزعها على اللي حواليه، ويبقى هنا في حمل جديد. حمل جديد جه منين؟ جه من تكامل الاستريسز اللي كانت شايلاها التربه دي في وضعها الطبيعي، وفقدتها التربه في حاله بدء التهيئة. دي هتترد على المنشأ كأحمال إضافية، هتعمل لي هبوط في تقدر تعمل بريدكشن للي هيحصل حوالين في المنطقة دي. طيب الخطوة اللي بعدها، دخلنا في الحفر الفعلي. الحفر الفعلي معناها التربة دي ما بقتش موجودة، هي الاستيفنس بتاعتها بزيرو. يبقى كل الإجادات اللي كانت فيها لازم تترد على التربة المحيطة، و طبعا لو خلاص حطينا عناصر تدعيم تبتدي بقى بدورها تشتغل، وتبتدي في الموديل الحسابي لازم يتعملها اكتيفيشن عند اللحظة دي، وتبتدي هي كمان تشارك في تحمل الإجهادات. طبعا الشوتكريت هنا هي كمان لما بتبتدي ضعيف، يعني بعد 6 ساعات مقاومتها مش زي بعد 28 يوم. يعني لو خرسانة مثلا 40 ميجا باسكال، بعد 6 ساعات لو هي مثلا هتبقى تشيل 6، يبقى ليها مقاومة. طبعا هتشيل على قدها وهيحصل ديفورميشن فيها أكتر. بعد شوية ومع تقدم الحفر بيجي لها حمل تاني وتالت، كل ما تقدم الحفر النقطة اللي أنا حفرتها من شوية جاي لها حمل، نفس الوقت هي بتشد كخرسانة تاخد مقاومة أكتر. فيبقى هنا العملية دي تم خطوات طويلة، كنا بنحسب نعمل حوالي 20 لودينج ستيج عشان نوصل للستيد ستيت في الآخر. الحقيقة النوميريكال مودلز هي في الغالب الفاينايت إليمنت ميثود هي يمكن الأنسب في تمثيل ال الشوتكريت. لأن طبعا لان هنا طبعا عشان امثل جسم الجبل والتبطين صعب جدا ان احل، مثلا ما عنديش هنا فريم ولا تراس ولا الكلام ده كله، مش المنشأ ده طبيعته مختلفه مجسم. ففي التو دايمنشنال بيبقى بلين سترين اليمنت، لان المساله بتاعتنا بلين سترين. وكتير من الناس اللي هم خاصة شغالين في تربة وما لهمش باع كبير في الخرسانة كان بيمثل الشوتكريت يا إما بتراس إليمنت أو ببلين سترين إليمنت ليه مقاومة أعلى شوية. الحقيقة الكلام ده كلام غير دقيق بالمرة، لأن الشوتكريت مش بس عليها نورمال فورس وهي مسألة مودلس اوف الاستيستي فقط، لا ده هي عليها برضو بند مومنت شديد، و ما ينفعش تتمثل بتراس إليمنت أو ببلين سترين إليمنت ببساطة. وعليه يمكن ده الموديل اللي أنا استخدمته في رسالة الدكتوراه بتاعتي من سنة 91-93، وهو أن التربة كانت بتستخدم فيها linear strain triangle، وده element 2D من elements القوية جدا، وما زال من أقوى elements اللي هي 2D، لأنه هو linear strain distribution وبياخده في الاعتبار. ده بيمثل التربة طبعا الـ degrees of freedom بتاعته UV 2. أنا عايز أمثل
التانل لايننج بفريم اليمنت يقبل بين مومنت ونورمال فورس وشير وكلام من ده. الحقيقة الاثنين ما يتفوش مع بعض، ما ينفعش ابدا اربط بلين اليمنت 2 ديجريز اوف فريدم مع فريم اليمنت 3 ديجريز اوف فريدم منهم روتيشن. فلازم اضيع الروتيشن واحولها الى يو في. ففي الحاله دي استخدمت الاليمنت بقى مكون من 5 اليمنت 2 فريم و3 تراس. ده الريجيد ارم يحول لي الروتيشن الى حركه في الاتجاهين بهذا الشكل، ومنه نقدر نربطه في الاليمنت بتاع السويل ك ستراكشرال سيستم. طيب ده من حيث التمثيل الانشائي لجسم النفق وللتبطين. انما اللعبه الكبيره كلها في الكونستيتيف موديل او في تصرف ماده وفي تمثيل الخرسانه والحديد اللي جواها. يعني هي مش ماده واحده، ده خرسانه وحديد. يعني ما ينفعش اقول لا ده هي ليها ايه مودرس والبوسون ريشو والكلام ده كده وخلاص. يعني دي حاجة. الحاجة التانية ان احيانا في الانفاق ما بقدرش اعمل جسم نفق بتخانة كبيرة مرة واحدة بالشوتكريت، فممكن ارش طبقة معينة على قد ما اقدر وبعدها ارش طبقة تانية تكون دي شدت شوية، أو ظهر لي إن اللي أنا عملته ده مش كفاية فدعم بطبقة تالتة، وبالتالي ممكن يبقى في layered shotcrete سواء layered في الخرسانة أو layered تانية جواها في الحديد التسليح. الكلام ده علشان أحسب صح لازم يتمثل ولازم يبقى له واقع في numerical model المستخدم. فالحقيقة عملنا هنا ال كنا بنسميه بيم 6 اللي هو البيم من 6 نودز، بقى اتعمل له طريقة بحيث هو يقدر يبني على نفسه layers مختلفة كاستراكشر. طبعا عملنا معاه جوه في الانتجريشن بتاع الاستريسز بطريقة معينة ومعقدة، بحيث انه يقدر وانا شغال مع التحميلات كمان مش بس خرسانة بتتغير مقاومتها أو أحمال بتيجي جديدة، لا ده كمان الإلمنت نفسه الجيومتر بتاعته تتغير، وفيه بقى جزء متحمل من قبل كده وجزء لسه مصبوب طازة وده ليه خواص قديمة وفيه إيجادات قديمة وليه مقاومة أكبر والتاني لسه طري. طبعا الاعتبارات دي الحقيقة سيموليشن بتاعها غير أي منشأ تاني، وفي تحديات كبيرة جدا. طبعا أنا كنت مساهم في هذا البرنامج مع مجموعة كبيرة في النمسا مع أستاذي اللي هو الله يرحمه جونتر سبوبدا، كان من أشهر العلماء في العالم في الفاينايت إليمنت موديلينج وخاصة في الأندرجراوند ستراكشر. والحقيقة البرنامج كان من أقوى البرامج اللي موجودة في العالم، بل هو الشغل اللي موجود فيه يعتبر من أقوى البرامج حتى اللحظة، وفي innovations لم يصل إليها العديد من برامج الكمبيوتر اللي هي sophisticated حالياً. إذا كنا بنتكلم على الكلام ده سنة 90 فما كانش على الساحة حاجة بهذه طبعاً برضو كان 3-dimensional modeling. هنا الشوتكريت ممكن تتمثل بشل، لأن في يعني البيم لما في 2D لما نحولها 3D هتبقى شل، تقبل برضو نورمال وشير وبندنج. والتربة تتمثل بسوليد إليمنت أو بنسميه بريك إليمنت. الحقيقة في البرنامج ده كان في سوليد إليمنت لحد 20 نود. 20 نود ده معناه 60 degrees of freedom، يعني الستيفنس ماتريكس بتاعت الاليمنت الواحد 60 في 60، ده يعني حاجة مهولة
ودقة عالية جدا، وده تقريبا ما زالوا أعلى finite element models موجودين في العالم حتى اللحظة. ميزة اللاير تشيل برضو ممكن تتبني على مراحل ويبقى فيها خواص مختلفة من لاير للاير وهكذا. نيجي لخواص الشوتكريت نفسها. ازاي امثل خواص الشوتكريت؟ الحقيقة لما جيت سنة 92 عايز اعمل التمثيل الشوتكريت في البرنامج الكمبيوتر، فيلزمني خواص زي الاي مودلس، زي البوسون ريشو، زي الستريس سترين كيرف، عشان كل نقطة من خلال الديفورميشن فيها أقدر أعرف الإجهاد ونوصل للستابيليتي بين اتزان الفرص الداخلية والخارجية، ويبقى كده في مصداقية للتحليل. لأن طبعا هنا اللينير أناليسيز ولا حاجة، لا نتائجه غير موثوق فيها ولا تمثل شيء في الموضوع، وبالتالي لابد ان يبقى نون لينير اناليسيس. طب نون لينير اناليسيس يبقى لازم يبقى عندي قياسات للماده المستخدمه كويس قوي. طب الشوتكريت نفسها ملهاش كيرف واحد، ده كل يوم بكيرف، لان كل يوم بمقاوم، كل يوم بخواص. الشوتكريت الطريه او الحديثه التسلط طبعا الستريس سترين كيرف بتاعها مفلطح بهذا الشكل، كل ما شدت يبقى حاد بهذا الشكل. الحقيقه دورت كتير ما لقيتش حاجه ممكن استفيد بيها خالص، علاوه على ان ايه الدمج اللي بيحصل في شوتكريت نتيجه التحميل المبكر، وانها يعني في الاخر هل اللي تحمل ازاي ما تحملش هتوصل للمقاومة المنشودة في الآخر تحت الظروف الصعبة دي ولا لا، برضو كانت محل سؤال. طيب أنا هكمل البحث ازاي إذا كان ما فيش input parameters مفيدة؟ الحقيقة ربنا رزقني بمعهد تاني خالص غير اللي أنا كنت بدرس فيه، وقدرت كانوا بيشتغلوا في الشوتكريت، وهم بيشتغلوا فيها من وجهة نظر الماتيريال البحتة، وما لهمش في نوميريكال موديلنج ولا متطلباته ولا الناس عايزة ايه علشان تبتدي تعمل نوميريكال موديل دقيق. فالحقيقة قدرت ادخل معاهم واخدت منهم حوالي 250 كور من شوتكريت، لأن الشوتكريت المصبوغ في بريزمات ما كانتش بتدي نتائج جيدة، لكن الكورس ابتديت أخدها وابتديت أعمل تشكيلات مختلفة من التحميلات بحيث إن أنا حملت مثلا شوتكريت بعد يوم. طبعا قبل يوم ما كناش نقدر نحمل على الأسطوانات، كنا بنقيس بأدوات أخرى زي إبر الاختراق وغيره، إنما بعد يوم كنا بنقدر نختبر. ففي حاجات كسرتها بعد يومين، بعد يوم، بعد 3 أيام، بعد أسبوع، بعد 28 14 يوم 28 وهكذا، وكل واحدة كانت بتدي كيرف مختلف. وجزء كبير من العينات ابتديت أحمله جزئيا، يعني مثلا بعد يوم أديله مثلا 30 40 50% بدرجات مختلفة من الحمل بتاعه اللي يقدر يشيله في الزمن ده، واسيبه واحمله تاني يوم، احمله تالت يوم، واشوف التحميل الستريس سترين كيرف بتاعي بيشتغل ازاي عند ازمنة مختلفة، وبالتالي المقاومات هتبقى مختلفة. يعني الخرسانة اللي كانت بعد يوم كانت هتمشي كده تحت الحمل، لا وصلنا هنا وبعدين رفعنا الحمل وجينا لما حملناها تاني يوم شالت اكتر، او بعد اسبوع او بعد 3 ايام شالت اكتر. الحقيقه الكلام ده اتعمل على عدد كبير جدا من العينات وعند ليفلز مختلفه
من التحميل المبكر، وجبنا هنا تأثير التحميل المبكر على المقاومة النهائية والفاقد نتيجة التحميل المبكر، وعبرنا عنه بدمج فاكتور معتمد على الحمل السابق ومدته. طيب هندخل الكلام ده ازاي في الحسابات والمودل؟ ده الكيرف الطبيعي بتاع الشوتكريت عند اي وقت بهذا الشكل، يعني قدرنا نمثله. او الكلام ده طبعا خدنا النتائج وحللناها ولقينا ان قدرنا نجيب معادله تقريبيه لهذا الكيرف، وبيوصل للماكسيمم وبعدين يقل شويه بعدها. فمثلنا واخترنا هذا الشكل لتمثيل الستريس كيرف اللي داخل في الحسابات. طبعا هو مش كيرف واحد زي ما اتفقنا، هو كيرف متغير حسب الخرسانه اتحملت امتى عند عمر ايه، وبعدها ابتدينا منين نحط التحميله الثانيه او الثالثه او غيره. وبالتالي الكيرف ابتدى يتنطط بهذا الشكل. طب مين اللي يقول ان انا حوصل فين عند التحميله الاولى ثم الثانيه ثم الثالثه؟ مين يقول الكيرف ده مقاومته قد ايه؟ اولا يقول المقاومه قد ايه عند العمر ده، هو التطور المقاومه مع الزمن اللي جاي من الاختبارات. طيب الكيرف ده هيمشي ازاي؟ كل نقطه في جسم النفق او كل نقطه على القطاع نفسه في نفس القطاع، النقطه اللي في اللي ناحيه التربه غير النقطه اللي جوه، لان دي في واحده فيهم عليها شد وواحده عليها ضغط وواحده عليها ضغط قليل. فكل نقطه الحقيقه موجوده في مكان مختلف عن الكيرف، وفي التحميله الثانيه هتبتدي من نقطه مختلفه. وبالتالي لازم ابقى عارف تاريخ كل النقط في النفق علشان ابتدي تحميله بعد التحميله بعد التحميله. واحنا الكيرف ده ممكن يتنطط الى عدد من التحميلات، كنا عاملينهم ب 20 تحميله ممكن تختلف فيهم المقاومه من واحده لواحده. فالحقيقه موديل معقد جدا، وما زال هو احنا عملته 92 وما زال هو حتى الان اعقد واشمل موديل لتمثيل الشوتكريت حتى اللحظه، لم يعني يجرؤ احد او لم يحاول احد ان هو يقدر يستخدمه او يطوره، لان كان معتمد على البنيه التحتيه الرهيبه لبرنامج الكمبيوتر اللي انا كنت مشارك فيه اللي يقدر يمكنني من ادخال كل هذه المتغيرات في البرنامج ده. طبعا عشان نحل بنرسم نقسم التربة المحيطة بالنفق إلى elements بهذا الشكل. طبعا الكلام ده اللي أنا اللي على الشاشة ده اتعمل سنة 92، ساعتها لا كان في أوتوكاد ولا كان في ويندوز ولا كان في أي حاجة من أدوات الرسم. يمكن دي كنا بنرسمها على اللوحة، وفي حاجة اسمها ديجيتايزر كنا بننقل الإحداثيات بتاعة النقط دي واحدة واحدة، بنحط إبرة عليها وهو بيقرأ الديستانس ويحولها لأرقام، وبعدين ناخد الكلام ده نحوله إلى إنبوت فايل. طبعا الشوتكريت هنا بتتمثل بالبيم 6 إليمنت، وكان ممكن يبقى فيه جوايد أنكور بولز كان ليها إليمنت فاينايت إليمنت مخصوص للبولز وللبولز اللي كمان اللي بتعبر الشروخ في التربة والخوالق والكلام ده. وده كان في زميل آخر بيعمل دكتوراه في الأنكور بولز. البرنامج ده الحقيقة كان في عدد كبير جدا من الطلبة المشاركين، كل واحد في وادي غير التاني، أنا كنت الوحيد اللي خرسانة فيهم. كان في معانا 2 من اليابان وحوالي 4 بيتغيروا من الصين وشيلي
تشيكوسلوفاكيا ويوغوسلافيا والنمسا وانجلترا. والحقيقة كوكبة كبيرة قوي، كانت من الناس كل واحد شغال في وادي يعني. وحتى نفس كان في العديد من النارتيز والنحر والسدود والسويل ستراكشر انتراكشن والووتر ستراكشر انتراكشن والزلازل والتفجيرات والنحر والدامج ميكانيكس، كل واحد شغال في حاجة، وهي ناس تانية شغالة على تطوير الإليمنتس وتطوير الجاب إليمنتس والحاجات اللي ممكن تبقى موجودة في التربة، وناس تانية بيشتغلوا رياضة على أساس إن هم يسرعوا الإكويشن سولفر ويقللوا زمن الحسابات. الحقيقة من الأبليكيشن اللي عملناه وكانت يعني جيدة قبل مناقش بحوالي 9 شهور، وكان أستاذي يعني البرنامج كان ضخم جدا وعالي قوي، وصعب المستخدم العادي أنه يقدر يتعامل معاه، وما تعملوش دوكومنتيشن كوميرشال بحيث يقدر المستخدم العادي يستخدمه بسهولة، وباع منه ساعتها 3 نسخ كل واحدة $50,000. جابوا له صداع لأن المستخدمين ما كانوش مدربين كفاية أو مش هيقدروا يتدربوا أصلا كفاية، فابتدى قال لهم خلاص اللي عنده مشكلة يجيبها لي وأنا أحلها له، وابتدى يشتغل بيه كاستشاري تجيله القطاعات الأنفاق ويعمل لها أناليسز ويديهم نتائج. النفق ده من الأنفاق الحقيقة اللي كانت تجربتها مهمة قوي، اللي هو نفق في مدينة ميونخ، وكان عبارة عن نفقين كل واحد بياخد خط سكة حديد وبيتقابلوا في المحطات. مشكلة النفق الأساسية إن النفق بيمر في تحت مياه جوفية عميقة، وفي ملكية خاصة لسطح الأرض، والبلدية عايزة تسمح للأونر بتاع سطح الأرض إنه يقدر يبني ويحفر ويردم ويعمل اللي هو عايزه على سطح الأرض من منشآت في ضوء اشتراطات معينة، وهي كان ارتفاع مبنى بحد أقصى 10 أدوار. السؤال المهم واللي كان المطلوب الإجابة عليه، يا ترى هل الشروخ في النفق هتوصل لعمق قد إيه تحت كل الظروف اللي ممكن تحصل من حالات تحميل على وجه الأرض؟ لأن طبعا نفق ده تحت المية، طبعا هو اتعمل التبطين في شوت كريت الأول وبعدين في فاينل عزل وفاينل لاين، كل ده بيمثل عندنا. فما كانش في أي برنامج ولا أي حسابات تقدر تتوقع عمق الشروخ، وكانت دي الحقيقة فرصة عظيمة ليا ان احنا نقول ان احنا يعني عملنا او عندنا الحل لهذه المشكلة، واتبعتت النظرية بتاعتي لبلدية ميونخ، وكان الاستشاري بتاعهم بروفيسور كوفر اللي هو من اشهر اساتذة الخرسانة في تاريخ، اللي هو صاحب الاختبارات بتاعت البيبر في كونكريت اندر باي اكسل ستريسز اللي هي اساس الفيلير كريتيريز المستخدمه حتى الان. والراجل شاف النظريه بتاعتنا واقرها، واقر ان هي ممكن تستخدم في الاناليسز بتاع النفق وحساب عمق الشروخ اللي ممكن يحصل مع ظروف التحميل اللاحقه. وعملنا هذا
الحسابات. فكان ظروف التحميل كالآتي: الحفر هنا مثلا في النفق الخط الأولاني بتحفر الجزء الأول فوق وبتبطن، وبعد كده يعني دي التربة الأساسية، ثم حفر جزئي، ثم حفر باقي القطاع. دي كلها شرايح، شريحة ورا شريحة، يعني وأنا ماشي 2-3 متر، ثم 2-3 متر الجزء اللي فوق سابق اللي تحت بخطوة، ثم التبطين لحد ما تتقفل. أثناء الشغل ده بيبقى عاملين دي ووترنج، مخفضين المياه الجوفية علشان ما تضغطش وتعمل مشاكل. بيفضل عملية الدووترنج لحد ما التبطين الداخلي يتم. دي التحميلة الأولى هنا للنفق الأولاني، الثاني لسه هنا. الأولاني اكتمل، دي التحميلة الثانية. الأولاني ابتدى يتحفر، التاني لسه. الأول اكتمل يبتدي، التاني يقرب، ثم ده اكتمل تماما والتاني ابتدى البروسيس يكمل قطاع بقطاع. الاتنين متوازيين، ففي واحد سابق التاني، يعني الحكاية دي مش واحد يخلص والتاني يبتدي، لا، في واحد سابق التاني، بحيث في القطاع الواحد بيمر بالمراحل دي، بحيث ان في الاخر بقى عندي جسم النفق موجود شوتكريت ومتأمن تماما. ثم يأتي المراحل اللي بعد كده اللي هي انشاء طبعا وضع العزل، ثم انشاء التبطين النهائي الداخلي. طيب، ثم بعد كده خلاص نوقف الديووترنج ويرجع المية تؤثر على السيستم بالكامل. يبقى كده رجعنا للوضع الطبيعي، والأرض بقت يعني خلاص النفق اشتغل، والتربة سطح النفق الأرض زي الطبيعي. السؤال بعد كده: يا ترى لو سطح الأرض اتحفر جزء منه بهذا الشكل، هو على فكرة الحفر لو حفرنا كامل سطح الأرض أحسن من لو حفرت جزء وسبت جزء، لأن دي التحميلة بالنسبة للنفق أنسيمتريك، ودي بتولد بند مومنت شديد على النفق. يعني الحالة دي البند مومنت فيها أضعف من الحالة دي. فهنا بيتولد بند مومنت على النفق ده بالذات، لأن خفيت الحمل هنا، ففي الفورسز هنا خفت وهنا تقيلة، فيتكعبر، يحصل تشوه في النفق وإجهادات ناتجة عن البند مومنت حتى تولد. فالمراحل اللي ممكن تتم هنا: يبقى في حفر جزئي، ممكن يبقى في حفر كلي، بعد كده ممكن يبقى في إنشاء جزئي، عمارة اتبنت هنا على جزء من النفق، أو اتبنت على كله. هنا نلاحظ إن الشروخ دايما بتحصل في الأنسيمتريكال لودينج، ويمكن الشروخ هنا تقفل لو أنا حملت بالكامل، تقفل شوية. فالحقيقة كانت تجربة جميلة جدا. دي أشكال البند مومنت والنورمال فورس في التحميلات المختلفة، واضح فيها تأثير الأنسيمتريكال لودينج على البند مومنت، وعلى تغير حتى مكان الماكسيموم بند مومنت. وهنا ده عمق الشروق اللي كان الحساب اللي عملنا له بريدكشن. الكلام ده الحقيقة اتنشر عالميا، ويعتبر من الانوفيشنز اللي في مجال النيوميريكال مودلز ان جيوميكانكس. من ضمن الحاجات اللي كان التجربة اللي احنا درسناها برضو، ودي اتنشرت في الصين سنة 97: يا ترى تأثير سرعة الإنشاء و
التأخير في تنفيذ الشوتكريت هيعمل إيه؟ ده اتجاه طول النفق، يعني ده وش النفق. أنا هنا بحفر خطوة خطوة، بيجي الحمل ستيب باي ستيب مع الزمن، وتبتدي لما أرش الشوتكريت تبتدي تخش وتاخد مقاومة. فده سيموليشن للتطور مع الزمن. هنا دي المقاومة بتاعت الشوتكريت حسب معدلات الإنشاء، يعني هنا ده تطور المقاومة لو بحفر 6 متر في اليوم، ده تطور المقاومة لو أحفر 12 متر في اليوم، لو أحفر 16 متر في اليوم. تمام. فهنا الربط، لأن الأناليسيز هيربط بين الكلام ده كله، لأن الحفر معناه حمل بيجي ستيب باي ستيب، ولما أحفر ببطن، ولما بحفر مسافة كبيرة ومعدل أسرع بيبقى جزء كبير من النفق لسه ما خدش مقاومته ومعرض الكلام ده الحقيقة ترجم ل 3D موديل واتعمل أناليسيز ليه، واتجابت الانترنال فورسز المختلفة نتيجة الاختلاف في معدلات الحفر، وكانت الكونكلوجن ان الديفورميشن اللي في النفق بتزيد، و الفورسز بتقل كل ما معدل الحفر زاد وتأخر عملية الشوتكريت. وبالتالي لازم فاكرين الكيرف بتاع الاوبتيمم سوليوشن، لازم اعمل اوبتمايزيشن بين التحكم في الديفورميشن وبين القوة اللي هي هتيجي على اللايننج، وايه هو التوقيت المناسب عشان ابتدي شوت كريتنج، وايه هو المعدلات المناسبة للحفر. في جزء الحقيقة مش موجود في هنا، ممكن نشوفه او نشوف. دي مش السلايد الاخيره، هنرجع لها تاني. القصه دي تتطلب مننا، هي هتيجي تاني في الاخر، ولكن بنقول هنا عشان اوصل للسيف تانل واكونوميك لازم تعاون بين 3 حاجات باستمرار وعلى طول الشغل. ان اعمل فيلد انفستيكيشن الاول كويس، اعرف طبيعه التربه، اعمل نيوميريكال موديل كويس قوي، اخد اختباراتي سواء على التربه او الماتيريال المستخدمه او القياسات الحقليه، كل ده رايح جاي. يعني القياسات الحقليه برجع تاني بدخل بارامترز في نيوميريكال مودلز، الاختبارات نتائجها بترجعني تاني لبرضو النيوميريكال مودلز، نتائج النيوميريكال مودل بتخليني اتحكم اكتر في عمليه الانشاء. فكل ده رايح جاي مع بعضه بيأثر، كل المعلومات اللي داخله لما توصل وتتحلل ويتاخد عليها قرارات مناسبة ممكن تؤدي إلى تانل اقتصادي و أوفر.
الحقيقة في جزء هنا كنت حذفته من البرزنتيشن دي فيرجن قبل كده، ان وهو عن خواص الشوتكريت نفسها. خواص الشوتكريت هنا ليها دور كبير، زي ما اتفقنا ان هنا المطلوب من الشوتكريت انها تسعف مبكرا، وده بيمثل حمل عليها غير عادي. فهنا بتتطلب طبعا، احنا اتفقنا ان الدرايف شوتكريت ميثود مش مناسبه، طبعا الويت بروسيس بنتحكم فيها افضل، ولكن مطلوب مننا ان المقاومه تبقى مبكره. علشان كده ممكن التطوير في يعني هنا الويت بروسيس دي، السلايد دي بتقول ايه هي مزايا وعيوب الويت بروسيس. ففيها الويت بروسيس مستخدم فيها تكنولوجيا عالية في المكن وكده، طبعا الاحتكاك بالنوزل ومشاكله أقل، إن بتضخ خرسانة طرية مش زلط. بتتطلب طبعا عبء إن كومبليكيتد ماشينز زي ما شفتوا، بس دي برضو ليها مزايا كتيرة في الإنتاج، وطبعا لها كوست عالي يعني، وبالطبيعي الأنفاق من المشروعات اللي تعتبر عملاقة يعني، ما فيش مشكلة في ذلك. من مزاياها إن ممكن الخرسانة تتنقل بتراكس، والضبط الجودة يبقى أفضل، وممكن يضاف لها محسنات سواء أكسلريتور سواء ستيل فايبرز أو فايبرز من أنواع مختلفة تحسن الخواص وتزود الكفاءة. الإنتاجية ممكن تبقى عالية كتير عن الدراي ميثود، و الارتداد يبقى أقل، البليوشن أقل، و البامبنج ديستانس ممكن تبقى أعلى. طبعا التطوير هنا يعني دايما مستمر في استخدام أنواع أفضل من الأسمنت، بحيث تدي مقاومة أفضل وأسرع، وتقلل استخدام الأكسلريتورز، لأن الأكسلريتورز هنا عيوبها كتير كإضافات. الأكسلريتور ممكن يديني مقاومة سريعة في الأول، لكن ليه مشاكل بعد كده، لأنه بيسرع من الهيدريشن عن طريق أنه هو يأكل من الجل اللي حوالين حبيبة الأسمنت، ففي الآخر بتبقى في مسامية عالية فيها في الاستراكشر بتاع عجينة الأسمنت، والمقاومة النهائية ممكن تبقى أقل نتيجة استخدام الأكسلريتور، علاوة على سمومية الأكسلريتورز والحاجات دي. التحسين طبعا في الخرسانة مستمر، والتحسين في الشوتكريت مستمر على طول. استخدام السيليكا فيوم والفلاي اش تعتبر من المحسنات المهمة جدا، بتحسن كثير من خواص الشوتكريت. استخدام الستيل فايبر برضو مفيد قوي، وان كان بيصعب من الوركابيليتي.
إنما بيحسن كتير من خواص الخرسانة وبخاصة في الشد. وطبعا الشوتكريت بيجي طبيعي عليها إجهادات شد. طبعا اختبارات المقاومة على الشوتكريت متعددة، ولابد إنها تؤخذ بعناية وباستمرار. هنا نقدر نبص على بعض الفيديوهات. ده الفيديو ده خاص ب تانل بورينج ماشين، والمكنة بتشتغل ازاي. يمكن الصورة دي جاية على وش المكنة، وهنا الجاكات اللي بتضغط على التانل سيجمنت. هنا بيتركب السيجمنت، تبطين النفق عبارة عن سيجمنت بتتصب بره وبتيجي بتتشال على قطر صغير، وبعدين بتخش على الجاك ده يحطها في مكانها. وفي جاكات تانية بتضغط على السيجمنت في اتجاه الطولي وتزق وش المكنة لبره. يبقى هنا وش المكنة بيتزق لبره وجسم النفق بيتزق لجوه، ففعل ورد فعل منه. المكنة تقدر تتقدم لقدام وبيتثبت ويحصل كونتاكت بين السيجمنتس وبعضها كجسم النفق. ده بيوضح هنا عملية الجاكينج للسيجمنتس، اللي بتدفع المكنة بتتزق لقدام والسيجمنتس بتزق لورا، بتحمل على بعضها وتكون جسم النفق. طبعا ده التربة اللي هي المكنة بتاكلها من قدام، وممكن تدوبها في التنتنايت وتطلعها على سيور لحد ما تطلع فوق الأرض وتتنقل إلى الأماكن المناسبة. ويجوز هنا برضه تنقية البونتنايت وإعادة استخدامه تاني. ده على السطح، وهنا كل ناتج الحفر بيتنقل بهذا الشكل. هنا بتتحمل على عربيات بتطلع. ده السيجمنتس جاية من بره متحملة من صنع خرسانة جاهزة. ده نقل السيجمنتس داخل النفق لحد ما يوصل عند المكنة قدام. طبعا المكنة واضح يعني ضخامة التكنولوجيا الحديثة والمعقدة، والتحكم فيها طبعا محتاجة يعني. هنا القيادة بتاعة المكنة هنا أصعب بكتير قوي من قيادة أي معدة أخرى، ولا أي طيارة، ولا أي زي سفينة فضاء بالكامل. وكل البروسيسز المختلفة، من حفر شغال على طول، من تركيب نقل الناتج الحفر ونقل السيجمنتس للداخل وعملية التركيب وعملية التثبيت
جاكينج. هنا يمكن الفيديو بتاع التانل بورينج ماشين خلص. ده فيديو خاص بالشوتكريت والتحكم فيها. ده الأوبريتور هنا الرش بيتم عن بعد. طبعا في متابعة ومشاهدة. طبعا بالتأكيد يمكن المكنة جواها كنترول روم غاية في التعقيد والدكة. التانل بورنج ماشين طبعا التكنولوجيا اللي فيها والكنترول وقياسات البريشر برا وجوه والتحكم في الليكج. اللي عايز أقوله إن البريشر قدام التانل بورنج ماشين مهم جدا. المكنة ما ينفعش تشتغل في الهواء، لازم تشتغل في دايما يبقى التربة اللي قدامها في بينها وبين وش المكنة كونتاكت مستمر، فعش تيجي بفجوة هيحصل عدم اتزان. وطبعا لازم أكون متحسب لأي تربة غير عادية علشان الكاتنج هيد تبقى مناسبة لي. يعني أحيانا المكنة تيجي في جزء فحم أو حاجة صخور صلبة ممكن تتكسر تروس المكنة بالكامل ويحصل فيها دمج عالي، ممكن تخش فيري سوفت سويل وتبقى مشكلة فتفور وتفقد البريشر وتبقى مشكلة أكبر، ولو حصل تسرب للداخل تبقى كارثة. فطبعا المونيتورنج اللي بيحصل ده كله والاستعداد في كل لحظة أن يبقى في الأكشن المناسب عملية خطيرة جدا. وفي نفس الوقت ما ينفعش المكنة تقف، لأن المكنة لو وقفت ممكن يحصل خلل في التوازن وبالتالي العمل في التانل بورنج ماشين لازم يستمر على طول. إنما في الشوتكريت الأمور تبقى إلى حد كبير أبسط. As part of the TfL Northern Line extension project, a new tunnel and two new stations were to be constructed between Kennington and Battersea. CEMEX were awarded the primary lining of the tunnel and shafts on the Kennington section by contractor Flow. As the project was taking place in a busy urban environment, CEMEX proposed to use a fully pre-blended dry silo solution to limit the noise and construction traffic. Product testing took place at our dedicated production and trial facility in Love Holes, spraying sample panels using a range of accelerators provided by our partner Normet. At the start of the project, we established six 40-ton silos and gigamixers between two locations to store and produce the product. Sprayed concrete is pneumatically projected onto the surface at high velocity. To minimize any rebound, the product is highly engineered by blending controlled aggregate sources, SEM1, microsilica, admixtures and steel fibers. We lined for يمكن الجزء ده مهم. هنا طبعا أهمية إضافة الميكروسيليكا والمايكروسيليكا فيوم. To minimize any rebound, the product is highly engineered by blending controlled aggregate sources, SEM1, microsilica, admixtures and steel fibers. We lined the tunnel and two shafts with over 13,000 tons of our CEMEX sprayed concrete over a period of 6 months.
If you want to know more about CEMEX sprayed concrete, why not contact our product support helpline on 0800 667 827, or visit cemex.co.uk/sprayed concrete. If there's one thing we like here at Londonist, it's going inside, underground, down into a new tunnel. And whilst a lot of attention is on Crossrail at the moment, the big construction project taking place in London, the new part of the Northern Line branches out west from Kennington with two new stations, one at Nine Elms and then another at Battersea, right by the old power station. And then there's also the possible option of extending it further. And on the site for the day is Jonathan, who insisted that we climb up some stairs first rather than go down. Weirdly, a trip into the tunnels below starts by coming up onto the viewing platform. What can we see, John? This is the best place on the site to actually get an overview of the whole project. So to the west we have the Battersea station box being constructed. So this isn't Battersea station, this is the crossover. This is where trains in the future will be able to move from the southbound running tunnel onto either platform of Battersea and then leave from either platform onto the northbound running tunnel. So it's worth noting that the crossover will be sort of in front of the station and not beyond it. Yeah. We've then launched our tunnelling machines from here, and this whole part of this site is for the tunnelling operation, with the muck bin, with all the segments stored for the TBM operations, and the two tower cranes which lift all the materials in and out. The whole area and site of the former Battersea power station itself is being redeveloped. There's loads of other construction work taking place here, which will all be served by the new station and this new part of the Northern Line. So we're inside the shaft here at Battersea. There are two TBMs, tunnel boring machines. One went in this side and headed, in effect, the wrong way, digging the southbound tunnel. And one went in that side, digging the northbound tunnel. The main tunnelling started in April 2017 and will connect up at Kennington, of which the station itself is also having improvement works done to it to allow passengers an easier interchange. Should point out, though, that if you've seen these rails and these tracks down here, this is obviously a very narrow 2-foot 6-gauge. That's just for the construction. Time to go for a walk inside then, where we discover something interesting. The tunnels are being dug to a larger size than other tube tunnels in London to allow for the first time that this has happened for an underground line. So unique to services could use the walkway themselves. We've done a handy conversion graphic for you between imperial and metric. So the old standardised tube tunnel ring across the underground network is 11 feet 8¾ inches. That's 3.6 metres in diameter. This new size tunnel ring has a 5.2 metres internal diameter at 17 feet and 1¾ inch big. So the southbound machine is currently about 50 metres before oval. We've completed about 1,200 rings of tunnel so far. By the end of October, early November, we expect to have reached the Kennington Park shaft where the tunnel drive will stop. The northbound machine, and we're in the northbound tunnel at the moment, the tunnel boring machine's done about 1,050-60 rings. And that has just passed under the Victoria Line tunnels. And by the end of October, early November, we would have reached the Kennington Green shaft where the tunnel drive ends. So the northbound drive is actually about a couple of hundred metres shorter than the southbound drive. Yes, the new extension connects up with the infamous Kennington loop, used at the moment to reverse southbound trains off of the... When the extension is complete, the loop will still be... We're nearing the southbound running tunnel. He's heading down to the TBM. And this is the 24-hour infrastructure you're going to hit underground. Is the new Northern Line branch going to open? So that's the brand new Northern Line extension, and if it should be up and running with trains running from Kennington down the two new stops to here to Battersea in December 2020. أتمنى أن أكون يعني اديت فكرة مناسبة عن عملية حفر الأنفاق والتبطين والظروف المحيطة بعملية الإنشاء، و يعني فكرة عن الحسابات الإنشائية والستراكشر موديلنج فيها. وأتمنى ما كنتش طولت عليكم وأثقلت عليكم، وأتمنى يكون فيها شيء من الفائدة للمشاركين، وشكرا جزيلا. شكرا أستاذي الكبير الدكتور أحمد على هذا العرض الدسم المليء بالمعلومات والعلم، والذي يشهد بلا شك على نبوغ وتفوق منذ
سنوات عديدة. نحن أمام عالم كبير يحترم لعلمه وخلقه. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفع بكم. وهذا هو لو في أي أسئلة برضه تفضل. بفضل في أسئلة، عارف المحاضرة كانت دسمة جدا واستغرقت وقت لم نشعر بمروره. لو فيه أسئلة دكتور أحمد حاضر لها، لعل الجديد من المعلومات التي عايز تجعل الجميع يقفون بالطبع. أستاذنا الكبير المهندس حسين القاضي سيكون له المداخلة في هذا الشأن. مهندس حسين، السلام عليكم يا دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بك يا فندم. أنا يا دوب. ألو. يا ربنا يبارك فيك ويجزيك كل خير. الله يكرمك. يعني عبقرية من العبقريات المصرية المشرفة، ونفخر إن إحنا شفنا سعادتك النهاردة. الله يكرمك ويبارك فيك. والله يا فندم ما في أي مجاملة ولا أي كلام ينفع اللي شفناه النهاردة وسمعناه. يمكن انت يعني انا ما عنديش خبره في التانلينج غير يدوب شويه قراءات زمان مع تشيزي وكم ستراس بولينج كده تانلز مثلا في اعتقد في عمان حاجه زي كده يعني. بس حتى فتحت نفسينا بقى الايه برضه ان احنا نتساءل يعني سؤالين ثلاثه بس يعني هم مش طوال بس يعني اتفضل اسال اكثر من كده بس معلش يعني انا عايز اسال حضرتك على حاجه. هل الحفر في الأنفاق الجنرال الطويلة هل أيمة على ثراس بولينج برضو ثيوريز أي مكتب زي ما شفناه ثراس بولينج برضو ولا أو إزاي أو إن الحفر ده أول سؤال يعني كم ثراس بولينج برضو لا يبقى سبورت من ورا بحاجة أو إلى آخره. ده سؤال. السؤال الثاني إيه موقف المياه الجوفية بنتعامل معاها إزاي وإحنا بنعمل الحفر يعني هو يعتبر نقط خارج بارد خارج السياق يعني بالنسبه للمحاضره بتاعت الجميله دي بس يعني احنا مهندسين عندنا نوع من الايه من الطمع لما نلاقي واحد حضرتك اللي بقى عايزين يعني ايه نستزيد نقطه هي قد تكون داخل السياق اللي هي موقف اللي هي الليتست اللي هو النانو تكنولوجي يعني تدخلت ازاي في الماتيريال واعتقد ان دي ده السؤال الوحيد اللي يمكن يكون جوه السياق مع المحاضره الجميله دي. انما السؤالين الثانيين نفسي اعرفهم حقيقه يعني هل الستراس بولينج ستيل هو اللي شغال بيشتغل مع الحاجات الطويله خصوصا نعرف ان اليابان عملت يعني اطرب يعني اطرب خطوط جمع ما بين الجزر بتاعتها خالص بقبل مثلا 10 12 سنه ولا حاجه على ما سمعنا على معلوماتنا الضئيله يعني في هذا المجال. في المياه الجوفيه طبعا لان المياه الجوفيه طبعا ده موضوع من الموضوعات اللي هي اكتر حاجه بتعاكس في الشغل اللي هو الحق اللي هو الحفر اللي فات. شاكر جدا يا فندم والله ولا يعني. هو التانل بورينج ماشين هي مجهزه بحيث ان هي سفينة تقدر يعني تنطلق الى ما شاء الله يعني ما دامت بيتم ليها الصيانة اللازمة وبيتم التحكم فيها بكفاءة من غير مشاكل وقابلة لان هي كمان يحصل فيها تطوير في الفك بتاعها حسب طبيعة التربة اللي بتقابلها من مكان لمكان. عملية الاستابيليتي للمية طبعا بيحصل بيستخدم البنتونايت حقنه ورا السيجمنت والجزء المحيط بالنفق وتحت ضغط بحيث يحول التربة لكيكة غير منفذة وتأمن النفق من دخول المية ليه. وعشان كده أنا قلت الاستابيليتي في البريشر في منتهى الأهمية لأن لو حصل خلل وانطلقت المية داخل النفق تبقى كارثة لا يحمد عقوبها طبعا. فهنا زائد أن المية أحيانا
حتى في حفر الشوتكريت قد يلجأ إن هي تتجمد قدام منطقة الحفر، يعني في أنفاق اتحفرت بالكامل بأنه بيستخدم الفريون إن هو يجمد التربة بالمية اللي فيها ويقطعها، القطع فيها يبقى قطع ناشف، فبدل ما هي مية سائلة تبقى تربة بمية مجمدة وبالتالي يقطع فيها. بالتأكيد تكنيكس مختلفة. طبعا الأنفاق السطحية ممكن الدي ووترنج يلعب دور في تخفيض الضغط يعني شوية، بس في حدود ضيقة. إنما الأنفاق العميقة طبعا بالتأكيد لو مر النفق في تربة غير منفذة وحتى لو تحت حوض مياه ممكن ما يبقاش فيه تعرض مباشر للمياه، ولا عشان كده الجيوتكنيكال انفستيجيشن على طول النفق وفي كل نقطة لازم يبقى عارف الظروف الكاملة اللي هيمر فيها من نوع تربة، من فوالق، من مية، من غيره، علشان يأمن عملية النفق وهو شغال. بالنسبة للنانو تكنولوجي طبيعي تطور المواد هو أساس تطور المنشآت عامة. جايز في النانو تكنولوجي في الشوتكريت دخول النانو في تصنيع أسمنتيات حديثة، لأنه علم النانو دلوقتي تقدم لدرجة أنه ممكن يتحكم في رص الذرات بتاعة المادة وإنتاج أنواع ذات خواص مختلفة، وفي أسمنتيات جديدة وفي بدائل للأسمنت كمان من المواد الرابطة جديدة. فده كل ده بيصب طبعا في سواء في الأنفاق أو غيرها في تحسين المنشآت زي غيرها. جزاك الله خيرا والله يا دكتور. الله يخليك. سعداء بحضرتك جدا جدا، ربنا يبارك في عمرك ويديك الصحة. الله يبارك. شكرا مهندس حسين. ناخد المهندس مدحت عمر. السلام عليكم دكتور، ومرحب بحضرتك واهلا بحضرتك بيك، واكرر شكر المهندس هشام لحضرتك على ما بذلت دعم كبير للجمعيه في كل منشطها وبرامجها. الله يكرمك يا فندم، ده يعني شكر ليك. الله يكرمك وشكرين على المحاضره القيمه جدا. سؤالي حضرتك فيما يخص ايه الاحتياطات اللي احنا بناخدها واحنا بنصمم او بنشتغل لو النفق او التان اللي احنا بنشتغل بيه في مناطق زلزاليه وفيها مياه جوفيه، يعني لو منطقه مصنفه زلزاليا ممكن يبقى وفيها، والنفق طبعا في مناطق فيها مياه جوفيه، هل يصلح ان احنا نعمل الكلام ده؟ في اجراءات نقدر ناخدها بحيث انه لو حصل اي كراكس بعد كده تمنع او ما تبقاش في تسريب للمياه وخلينا نفقد الاستفاده من النفق؟ هو الحقيقه الاخطر من الزلازل على الانفاق هو الفوالق، يعني النفق عبارة عن إبرة في جسد الجبل. لو اهتز الجبل ككتلة مع يعني قد لا يتأذى النفق كثير، لكن لو في فالق عمودي على جسم النفق ممكن يحدث ضرر بالغ في لو في حركة نسبية بين جانبي الفالق على جسم النفق. فطبيعة تركيبة الصخور وتصرفها أثناء الزلزال هو اللي ممكن يبقى له دور كبير في تحديد تأثر النفق بالفوالق. طبيعي لو في soft soil ممكن ما يبقاش تأثير كبير. لو في كتلة rigid وكان مؤمن بكامل طوله ما فيش مشكلة، لكن لو في فوالق وفي حركة وارد ان تهتز نسبيا، طبعا الخبطات دي ممكن تؤثر
على النفق. الحقيقة البرامج، حتى البرنامج اللي كنت مشارك فيه، طبعا الجزء ده ما كنتش انا شغال فيه، كان في بلاست لودينج وفي زلازل وفي بياخد الفوالق في الاعتبار. وطبعا ممكن هنا يتم التأثير بالزلزال حسابيا على التربة وجواها النفق، والتنبؤ بالإجهادات اللي ممكن تحصل. شكرا مهندس مدحت، شكرا دكتور أحمد. وإن كان لي سؤال أخير تكمل على جزء من إجابة حضرتك في السؤال الأول، أستاذنا الكبير دكتور أحمد، نسمع أو في أثناء النقاشات حول بعض معالجة بعض مشاكل تسريبات المياه الجوفية في الأنفاق العميقة، لجأ في بعض الأحيان إلى عمل فريزنج للمياه الجوفية حوالين النفق. هل ترى حضرتك أن هذا من الممكن أن يكون حل لأمد طويل لمعالجة هذا الأمر؟ هذا الأمر إن صعب معالجة التسريب الحادث في جسم النفق. هو طبعا الوصول إلى الجسم الخارجي للنفق يعني عملية شبه مستحيلة، وبالتالي المعالجة معالجة بس من الداخل إلى الخارج. التجميد طبعا برضو صعب إن هو يبقى باستمرار، لأن محتاج تكنيك ومتابعة مستمرة ومكلف. لكن إذا استخدمت التجميد مؤقتا لحين ما أعمل حقن مناسب يمنع التسرب، قد يكون الأفضل. تمام، شكرا دكتور أحمد في نهاية هذا اللقاء. لو طبعا ما تكونش فهم استفسار من الدكتور لو أمكن. تفضل وانسى. لو سمحت دكتور، كنت عاوزة بس استفسر، هو سؤال إداري أكثر منه هندسي. منخفض القطارة عندنا، أو اللي كان دايماً في أحلام بسمعها من سنين على اعتبار إمكانية ملئه من المياه، إذا كان من البحر المتوسط أو إذا كان من النيل، فهل بالتقنية بتاعت الحفارات دي أفضل، أو كانت الرؤية القديمة اللي هي استخدام القنابل النووية السلمية لفتح المجاري أفضل بالنسبة للنظام العام أو التقنية المتاحة حاليا؟ لأن الجزء ده إلى حد ما بيراود شباب كتير مننا أن المنطقة دي المفروض منطقة تتملي بالمية، تغير الجو العام لجمهورية مصر، تؤدي إلى زيادة رقعة الري أو زيادة رقعة النماء أو إلى ذلك. فهل التقنيه الحفارات هي الانسب حتى على مدى طويل، ام الاستخدام السلمي للقنابل النوويه لفتح المجارات ليها هي الافضل يعني؟ شكرا. هو الانفاق المائيه يعني في مشاريع عملاقه في الانفاق المائيه، وانا شفت في النمسا يعني كانوا بيتاجروا في الكهرباء من وراء الانفاق المائيه، لأنه كان في بحيرات على قمة من الجبال على ارتفاعات شاهقة 2500 متر و3000 متر، وبحيرات تحت في السفح تحت بحيرات مية. فكانت الفكرة أنه يعمل نفق مية بين البحيرة اللي فوق وبين البحيرة اللي تحت، ويحط محطات توليد كهرباء في النص، فيجي في وقت الذروة في الاحتياج للكهرباء يسيب الماية اللي فوق تنزل على تحت تشغل التربينات ويولد كهرباء، ويجي في وقت الراحة. وكان بيصدر يعني النمسا بتصدر كهرباء لكل الدول المحيطة، ألمانيا وإيطاليا وسويسرا ويوغوسلافيا وخلافه، كل الدول المحيطة بيها، لأن هي عندها جبال ألب متميزة بيها، وياخد منهم الكهرباء الرخيصة بالليل ويرفع بيها الماء اللي نزلها الصبح، يرفعها يوديها يطلعها تاني فوق بالليل بكهرباء رخيصة، ويبيع الكيلو وات بثلاثة. فكان تجارة في الكهرباء بهذا النوع، وهي نفس الماء اللي بتطلع بتنزل بالنهار بتطلع بالليل
وطبعا على الارتفاعات دي معناه ان البريشر بتاع اللي جوه النفق من المية بالارتفاعات الشهيقة دي معناه ان الانفاق دي تتحمل ضغط مية عالي جدا جدا. بالتأكيد النفق ذو الميول البسيطة هيبقى حالة أبسط بمليون مرة من هذه الحالة، وممكن ينقل مية بمنتهى البساطة والسهولة، وممكن يستخدم فيها التانل بورينج ماشين بالتأكيد. طبعا دراسة المناسيب والكلام ده، طبعا ده مشروع لازم يدرس على بعضه، زائد حماية الخرسانة بتاعة النفق من مية البحر كمية يعني تأثيرها بالتأكيد أشد من المياه العذبة. شكرا دكتور أحمد، شكرا مهندس سامح على السؤال، وشكرا دكتور أحمد على الجواب، وشكرا على ما قدمت أستاذنا الكبير دكتور أحمد في هذه المحاضرة التي أعتبرها من العلامات ضمن سلسلة المحاضرات مدرسة تواصل تطوير. كان هذا اللقاء المتميز مع عالم متميز وقائد وأستاذ وعميد متميز ورائد من رواد التعليم في مصر، أستاذنا الدكتور أحمد موسى، جزاكم الله خير، بارك الله فيكم ونفع بكم وزاد علما وفضلا، وربنا يجعلنا عند حسن الظن. الله يبارك فيك دكتور أحمد. الأخوة الأفاضل، كانت هذه خاتمة لهذا اللقاء المتميز لمحاضرة متميزة من عالم متميز. موعدنا إن قدر الله البقاء وأمر باللقاء عن محاضرة 91، مقدمة في التحليل الإحصائي للبيانات باستخدام برنامج SPSS، والأستاذ الدكتور صلاح مهدي، نوعية جديدة من العلوم والمعارف، يوم السبت 5 ديسمبر إن شاء الله تعالى. كما تعلمون كانت المحاضرة هذه تبث. أرى سؤال للمهندس حسام الدين على الشات، أستأذنك دكتور أحمد كي لا نحرم النفع نأخذه. هو بيقول ممكن أعرف أسأل ولا وقت خلص؟ إحنا الوقت ما بيطلعش، وطالما لمحنا السؤال المهندس حسام، النفق غير منتظم القطاع يتم تنفيذه، كيف يتم تنفيذه؟ طبعا التانل بورنج ماشين بتتعامل مع دايرة، ما بتقدرش تغير القطاع النفق إلا بتتعامل مع دايرة، إنما الشوت كريت تانل بتقطع من الجبل بالشكل اللي انت عايزه بس تحافظ على توازن، وبالتالي الشوت كريت ما يميزها. على فكرة الشوت كريت تانلز هي اسمها نات ان اي تي ام او النيو اوسترن تانلينج ميثود، هي الطريقة النمساوية الجديدة مسمينها، والحقيقة خدوا بيها، كان واحد نمساوي اول واحد يعني أنشأها بالشكل، استخدمها بالشكل الصريح اللي هو شوت كريت، وسجلها كبراءة اختراع، وبها اشتهرت بأنها الطريقة النمساوية الجديدة أو الناتم أو الناتي. ما يميزها إن أنا بقطع طريقي بالشكل اللي أنا عايزه، هو طبعا لابد يبقى في قرش فوق علشان يوزع الاستريسز، الجناب تبقى ممكن تبقى يعني رأسية شوية، والقاع برضو كيرف خفيف. ده القطاع الأوبتيمم من حيث الاستخدام، الأقل قطر وأفضل استخدام، أقل حجم فراغ ويدي أكبر مساحة استخدام. ده متاح في شوت كريت تانلز فقط. هو أكمل زميلنا المهندس حسام سؤاله، بيقول لو القطاع كبير العرض يتم تقسيمه، لكن التنفيذ كيف؟ هي التنفيذ على مراحل، وإن أنا دايما بحافظ على سبورت مؤقت، يعني أنا لما أخد عين يمين وعين شمال وبينهم التبطين موجود بيساعد شوية، واروح مبطن حته تاني وحته تاني واربط ده كله في بعضه، في الاخر انا عايز اعمل قرش، يعني دايما بحفر تحت مظله بحيث اخلق مظله تحميني وانا بحفر خطوه بخطوه لحد ما
أأمن اللي طبعا اللي ورايا بأمنه على طول، بيجي وراه ممكن لير تانية تلم ده كله، ممكن التبطين النهائي يجي وراه بخطوة يشد السيستم كله كسيستم إنشائي. فهو ترتيب الشغل مهم جدا جدا في شغل الأنفاق. تمام، شكرا دكتور أحمد على هذا الملحق من الأسئلة. بعد أن كنا أنهينا الحوار، بس بعض الزملاء بيسأل على رابط تسجيل رابط التقييم للحصول على شهادة الحضور بهذه المحاضرة. بعض الزملاء على الخاص أرسل لي يشكو أن الرابط لا يعمل، لا أرجو المحاولة مرة أخرى. ستجد يعمل إن شاء الله، وسنتابع معا على قناة تليجرام لنتأكد أن الرابط يعمل بكفاءة للحصول على شهادة حضور لهذه المحاضرة المتميزة. أشار المهندس أشرف أن الرابط يعمل بالفعل، الحمد لله، جزاكم الله خير. برضو الأخ الأفاضل إن شاء الله العرض الفني سيتم رفعه على حساب الجمعية على لينكد إن. وللأسف هذه المحاضرة لم يتم بثها مباشر على قناة يوتيوب لعطل تقني، سنقوم برفعها على قناة الجماعة اليوتيوب غدا إن شاء الله، لكنها بالطبع موجودة البث المباشر على صفحة الجماعة على الفيس، ويمكن العودة إليها في أي وقت. نحن لا نحذف أي من فعالياتنا أو محاضرتنا إن شاء الله، وغدا ستكون متاحة على قناة اليوتيوب المحاضرة كاملة إن شاء الله. أخو الفاضل جزاكم الله خيرا، أشكركم وأشكر أستاذنا الكبير دكتور أحمد موسى، وأشكر فريق العمل المتميز الذي يقف خلف هذه المبادرة الورقة، وقد أتمت 90 محاضرة، 90 محاضرا كلهم من القامات التي نفخر بها ونفاخر. وفي المقدمة من هؤلاء يجلس أمامنا الآن هذا العالم الرائع الأستاذ الدكتور أحمد موسى. دكتور أحمد جزاكم الله خير. جزاكم الله خير، شكرا الله جدا لك ولجميع الزملاء، وتمنيت لهم بالتوفيق كل مجال. شكرا الله يكفيك دكتور أحمد، جزاكم الله خير. أخو الفاضل استودعكم الله في نهاية هذا اللقاء الذي لا تضيع ودائع. تاني الدكتور إبراهيم عطية عنده سؤال يختم. دكتور إبراهيم تفضل. معلش دكتور أحمد آسف. لا تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بك. يا رب واسف، يعني المهندس هشام يعني ختم الجلسة وأنا آسف إن أنا عطلت. لا لا أهلا بك. الله يبارك في ساعتك يا رب. هو طبعا أنا للأسف أنا مش متخصص مدني، بس أنا كهرباء. فبس السؤال يعني بشوفه كتير، يعني بالنسبة للتانلز اللي موجودة أنا عندنا في السعودية، في متخصصين معينين أنا بشوفهم بيجوا من برا السعودية بشكل برايفت يعمل سيرفي على الكراكس اللي موجودة في التانلز بأجهزة معينة، هل هي مش متوفرة في السوق المحلي أو السعودي؟ أنا بشوفتها كتير بنفسي بحكم الناس. هو حكى أثرت موضوع الحقيقة مهم. هو المنشآت الكبيرة عامة وطبيعي من يبقى على رأسها الأنفاق، في أجهزة أكوستيك إميشن وبتقيس الذبذبات داخل الأنفاق أو تثبت على جسم أي منشأ، يعني سواء كوبري، نفق، تاور، أي حاجة، وبتبث الذبذبات، ممكن بتستقبلها عن بعد وبتعمل لها أناليسز، ومنها تقدر تعرف ان في حدث ما حصل في المنشأ، سواء كراكس، سواء كروجن او غيره. ويعني بالصدفة انا بنتي حاصلة على دكتوراه في امريكا وبتشتغل في هذا المجال، والدكتوراه بتاعتها كانت على هذا الموضوع، وبتشتغل في شركة من الشركات الرائدة في العالم في الموضوع ده، وبيراقبوا فعلا المنشآت المهمة وبيستقبلوا منها الذبذبات. وهي عاملة برنامج كمبيوتر في بصمة للأنواع الكراكس المختلفة، من خلال بيتم التعرف عليها من خلال الذبذبات الوردة، وبالتالي وحتى منها
من هذا النوع من الذبذبات بيقدروا يعملوا استيميشن للعمر الافتراضي للمنشأة. فالحقيقة موضوع حديث جدا ومتطور جدا، ويمكن لسه ما وصلش للشرق الأوسط بشكل مناسب لأنه طبعا مكلف. وانا شفت شركات كتير حضرتك ده دخلت هنا في السوق السعودي في المشروع ده كتير، وخصوصا من كندا اكتر وامريكا. ما هو هي يمكن هم من يعني مروه بنتي من اوائل الناس اللي كان ليها دور في هذا المجال، وهو معظم المنشآت المهمه هناك بيتم فعلا مراقبتها. وأعتقد المنشآت الهامة برضو الخليج طبعا بالتأكيد الموضوع ده بدأ فيه وحينتشر أكتر في المستقبل. إنما الأنفاق والسدود والناطحات السحاب لابد أن يبقى فيها، والكباري برضو لابد أن يبقى فيها الكلام. شكرا لسعادتك وعاجز عن الشكر. لا. شكرا دكتور إبراهيم، شكرا دكتور أحمد، ولعل حوار جمعنا في آخر لقاء التقينا به سويا، تحدثنا عن ابنة حضرتك وزوجها وموضوع الجديد الذي حصلوا على رسالة الدكتوراه فيه ويمارسون عملا في أمريكا في هذا التخصص، وتوعدنا أن يكون لنا لقاء في هذا معهما أحدهما أو كلاهما في هذا الموضوع الجديد إن شاء الله. نتمم هذا الاتفاق في المرحلة الثانية التي تنطلق في مطلع 2021 إن شاء الله، إذا قدر الله سبحانه وتعالى البقاء، ولهذه المبادرة المباركة بالاستمرار والارتقاء لكي يكون المهندس العربي فخورا بوطنه وفخرا له، ونحن نثق في هذا بفضله أولا ثم بمثل هذه القامات العلمية الرائعة كالجالس أمامكم أخواني الفاضل علمنا الكبير الأستاذ الدكتور أحمد موسى. دكتور أحمد أشكرك مرة أخرى، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.